نرحب بالإخوة الحضور في الدورة التدريبية حول البناء المؤسسي والإدارة الرشيدة ومواجهة الطوارئ والتخطيط لمستقبل التنمية المستدامة. الحفاظ على أرضكم وأمانتكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم على الاستفادة العظيمة من هذه القامة التي أمامنا والتي تتمثل في شخصية الدكتور هاني البنا. المعروف لا يعرف، ولكن دكتور هاني البنا يعني تجتمع فيه كلمة الإنسانية بكل تفسيراتها ومعانيها. وهو رجل طبيب إنساني من المقام الأول، طبيب مارس الطب وتخرج من أرقى الجامعات في العالم وهي جامعة برمنغهام في بريطانيا. أيضا هو يعمل في المنظمات الإنسانية وأنشأ العديد من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. الدكتور الهاني البنا من مواليد 1950، حصل على دبلوم شهادته في الطب البشري من جامعة الأزهر، ثم تحصل على دبلوم في الدراسات الإسلامية في العام 1976، هاجر إلى بريطانيا، ومن جامعة برمنغهام أبدع وحصل حتى على جائزة هاملتون بيلي في الطب في العام 1981، وحصل على دكتوراه من نفس الجامعة. كذلك حصل على الدكتوراه الفخرية في جامعة برمنغهام. دكتور هاني أسس الغاصة الإسلامية عبر العالم، ولم يكتفي بإنشاء المؤسسات المحلية لجمعيات المجتمع المدني، بل كان ينظر نظرة واسعة الأفق، ولذلك هو أتى إلينا هنا ليوزع أفكاره ومعلوماته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما أسلفنا، دكتور هاني البنا هو رجل يعني تجتمع فيه كلمة إنسانية بكل معانيها. وهو رجل طبيب بالمقام الأول يعني، ونشأ في بيئة إسلامية، حصل على الدكتوراه في الأزهر في الطب البشري، ثم يعني لم يكتفي بذلك بل انتقل في أرقى الجامعات لجامعة برمنغهام المشهورة ودرس فيها طب، وحصل لتميزه حصل على جوائز عدة تبع الجامعة، حصل على جائزة هاملتون بيلي في الطب في العام 1981. لم يكتفي بإنشاء الجمعيات والمؤسسات المدنية الصغيرة، بل يعني يسعى إلى عالمية العمل المؤسسي، والأكثر من ذلك هو توطين العمل المؤسسي، عالمية وتوطين العمل المؤسسي. هذه مفاهيم عميقة جدا، هو الآن جاء إلى تشاد من أجل أن يعني يشاركنا هذه الأفكار البناءة التي تستفيدون منها بكل تأكيد أرباب الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع. فدكتور أسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا، وهي المنظمة الإسلامية الأكبر في الغرب التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية وتهدف إلى مساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم. كذلك الدكتور البنا ومؤسس ورئيس عدد من جمعيات المجتمع المدني، منها المنتدى الإنساني الذي ينظم طبعا تعاون مع منظمة الإغاثة هذه الدورة. هذا المنتدى الإنساني الذي أراد أن تكون مظلة إنسانية واحدة تجمع مؤسسات المجتمع المدني والإغاثة الإسلامية الإسلامية وغير الإسلامية على مستوى العالم، حيث بدأ العمل من خلال عقد ورش عمل وتنظيم 14 مؤتمر في عواصم العالم بحضور 1200 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد صيغة توافقية بين هذه المنظمات الإنسانية الإسلامية منها وغيرها الإسلامية. الدكتور الفاضل كذلك أنشأ المنتدى الخيري الإسلامي، وهي مظلة تضم جميع المؤسسات الخيرية الإسلامية الدولية المختلفة المشاريع والمبادئ التي تعمل في بريطانيا وتهدف إلى تنسيق العمل المشترك. كذلك مؤسسات أخرى من بينها صندوق الدولي لمكافحة تلوث الإيدز وغيرهم كثير جدا. الدكتور حاز على عديد من الجوائز، منها جائزة ابن خلدون
أدوه في تشجيع التواصل والحوار بين الثقافات والأديان. كذلك جائزة خدمة العمل الطبي والإنسانية بنقابة أطباء النصر. كذلك جائزة إنجاز العمر لمجموعة أقوى 100 شخصية مؤثرة في بريطانيا. كذلك حاز جائزة مؤتمر السلام والبعثة العالمي للمساهمة في بناء الدوائر الإسلامي. كذلك حاز دكتورنا المبارك جائزة الرئيس محمد علي جناح لخدمة المتبرعين من فيضانات باكستان العام في مقرش. طبعا سيرة كبيرة جدا، ولكن حاولنا قدر الإمكان أن نوجزها لتكونون على الأقل على دراية بسيطة جدا بشخصية دكتور هاني البنا، وهو رجل ميدان جاب العالم دول كبيرة جدا، وهو ليس زيارة الأولى لكنه إن شاء الله ستكون لنا زيارات متعددة، ونستفيد من علمه وتجاربه وخبراته إن شاء الله في مجال الإنسان. نترك له المجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا بأن أنا كنت بتشاهد للمرة الثانية. أنا جيت من سنة 2007 2007 المجرد مفتتح مكتب دراسة إسلامية، وعشان قضية دارفور كذلك فأصرنا بالطائرة حدود بين السودان وبين تشاد. دي المرة الثانية إن شاء الله، لأن إحنا بنحاول نزرع فكرة مهمة جدا، هي إن العمل الوطني يكون عمل قوي مستقل، ويستطيع أن يدافع عنه الدولة والمجتمع والوطن نفسه. وأنا سعيد إن أنا معاك اليوم، والجو جميل جدا بره، الناس حلوين مش كده وطن. وأدي الكلمة الآن لأخونا دكتور حجار عشان يبدأ، وبعد كده الورشة بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن سعيد جدا أن أكون أمر مؤتمر الدراسة في تنمية الصناعية الثقافية في المنظمة الإسلامية للدعوة الإخوية سابقا، ويكون معنا في هذه الساعة واحد من أعظم رجال خدمة الإنسان، واعيا منه بما يأمره الله تعالى وما أوصى به النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الإسلام ينطلق من باتجاهين، أن تعبد الله تعالى عبادة صحيحة كما ينبغي، إيمانا ويقينا وصدقا، وأن تقدم الخدمة للإنسان. ثم أنه طبيب والأطباء أكثر الناس رهابة الأمنية لما يفرق حاجة الإنسان، والسعي لتلبية حاجة الإنسان. والطبيب إنما يكون مرتبطا بالإسلام ومسبح الحلية يصل أن يكون طبيب الروح والجسم معا. وكان دكتور هاني البنا على هذا المستوى وقرر الإسلام والمسلمين في ظرف صعب لإصراره وإيمانه بهذا العمل، وفي الغرب وفي فيما بعد أحداث 11 سبتمبر كان الأمر صعب، الذين عملوا سهاد الجريء وقدر لأن ينفعوا الإسلام عنهم استفادة من هذا التفجير من هذه الجريمة الكبيرة التي حدثت ضد الإنسانية، وإصراره لم يسبب له إحباطا ولا خوفا من صعوبة العمل في ميدان العمل الإسلامي والعمل الإنساني، وهكذا أصبح علما من أعلام خدمة الإنسان في عصرنا هذا بالرغم من الصعوبات التي واجهها الإسلام.
لقد اعترفت بعمله الجبار في تكريم من الله تعالى. جهة غير إسلامية لكن هي جهة بريطانيا العظمى الدولة التي كانت لا تغيب عنها الشمس عبر حكومة بريطانيا وعلى غير عادة في مثل مرات 11 سبتمبر يمنح هذا الرجل ابن الإسلام ابن نصر كنانة جائزة أعلى جائزة في المملكة البريطانية على الأداء والنوعية والتأثير. ولأن لاحظوا عمل الإنسان ليس مقتصرا على المسلمين فقط الذين هم يشكلون الركن الأساسي من المشردين واللاجئين في العالم، فنصيب المسلمين من اللاجئين بنسبة اللاجئين أكثر من 57% من مجمل اللاجئين في العالم الذين يبقى غيرهم 5. لأن 92% من الحروب التي تدوم في العالم تكون في الوطن الإسلامي. 64% من مصادر الطاقة والغنى في العالم تحت أرض المسلمين، ولكن الفقر والحرب أصبح مواطن بارز في الوطن الإسلامي. يقول الناس عن الإنسانية في الإسلام، عن الالتزام بالإسلام. فنحن كم سعداء ودول الرجال العربية المنسية كم سعيدة أن يكون هذا الرجل موجود معنا في هذه الطاقة وفي هذه المنظمة، وكم شرف عظيم لنا. ولا نمدحه في وجهه، ولكن الحق يقال وفي غيابه تكلمنا كثيرا. وعندما كنت في مدينة عمان باتجاه مكتبي في لندن برفقة إخوة محبين لنا في العمل الإسلامي في فرنسا، عندما شكوت لهم عدم حضور المنظمات القوية في تشارك العمل وهشاشة وصغر حجم وصغر تمويل المنظمات الخليجية التي كانت عندها مكاتبنا في تشارك، أحدهم نصحني أن أذهب لهناك لأول مرة، اسمه أعلم لأول مرة إنما رأيته كبيرة، شعرت بأنني صغير أمامه بما عنده من عمل الضغط وما له من رجال فاته ورجال بمال كلمة. وإلى الآن فتحدثت وبتواضع شديد وشيء من الخوف لأعبر بخطور هذا الرجل، فوعدني خيرا وإن عدت مع هذا الفريق إلى فرنسا. فقالوا الرجل قرر أن ينزل إلى تشاد، فتقبلنا هنا في الجبين عام 2007 وكانت فرحتي كبيرة. هناك نشكرك مرة أخرى بوجودك الآن ليس الفراغ، المهارات التي موجودة عندك إنما تقدر أن تعطيها لدولة من الدول، الدولة والرئيس الدولة والمسؤولين والحكومة والجهات المستفيدة كلها تقف على قدم واحد وتكون لها أذن ساعية. فهذا عادة في العالم إنه تتحدث الدول في العالم، لكن هناك نوع من التعتيم الإعلامي، ولا أحد يعرف من الغيوبين إلى المنجمين، ولا أحد يعرف من أهل الحكومة أنك موجود هنا. نشكرك على هذا التواضع، زادك الله ورفعة في الدارين. وبهذا لا أقول دون الفوائد التي عند هذا الرجل من الخبرة الطويلة والعمل الجبار في الميدان المنفق بصدر وطلب الآخرة، وطلب الآخرة هم أفضل على حين
نحسبك واحدا من هؤلاء الناس، فلا أخذ من وقتك الثمين أكثر من هذا. أعلن للإخوة كوني رئيس مجلس إدارة هذه المنظمة وراءها في أن جميع العربية إن شاء الله تطلق الفقر وتنجم، لأن كلمة جميلة جاءت من المثل العربي ينجم الفرزون، أي استجمع قواه بعدما تعي. وأعلن ابتداء وبداية هذه الدورة المباركة واحد من أعلام الإسلام الكبار دكتور حامد بنا حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نبدأ؟ كيف نبدأ؟ أن نبدأ بأسئلة منكم لي أم أبدأ وأنا أسأل؟ أبدأ وأنا أسأل. طيب، كبين الدورة أو المحاضرة أو اللقاء باسم بناء المؤسسة. بناء المؤسسة، أول شيء في البناء المؤسسي أن يكون عندنا الفكرة. الفكرة ثاني شيء، الهدف بتاع الفكرة. ثالث شيء، مكان تنفيذ الفكرة. فكرنا ان احنا نحارب الجفاف، عشان لما نحارب الجفاف هدفنا اننا نزرع ونأكل الناس. فين؟ في منطقة معينة. الفكرة لهدف لمنطقة جغرافية معينة، لحي من الاحياء. كيف ننفذ الفكرة؟ الوسائل لتنفيذ الفكرة. فأنا كل النقط اللي بكتبها دي بتركز على نقطة واحدة اللي هي ايه؟ فكرة. فكرة هي أساس بناء المؤسسة. إن غابت عنك الفكرة داخل مؤسسة ضاعت المؤسسة، حتى لو كنتم أغنى مؤسسة في العالم. كانت الفكرة الأساسية الأيتام. كنت الأموال وحولنا هدف الفكرة لشيء تاني. فبنفقد المصداقية. وكأن الفكرة دي هي كلمة التوحيد. هتنسى الفكرة هتضيع عندك كلمة التوحيد. واضح؟ حذاري انكم تنسوا الفكره وفكر بقى فقط ايه، تنظروا للمفكر اللي هو صاحب الفكره. ده حصل في كل الجمعيات العربيه والاسلاميه. يقدسوا المؤسس، والمؤسس فنكوش. يعني خلاص جزاه الله خير او جزاه الله خيرا انهم اتوا بالفكره. دعونا ننمي الفكره كما ننمي البذره، أو نجعل البذرة تنبت كشجرة ثم كغابة ثم كموائد. إن قعدنا أو إن جلسنا نقدس المؤسسين ونجعلهم خالدين ستموت المؤسسة وستموت الفكرة. واضح؟ 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 فحذاري حذاري أنكم تنسوا كلمة التوحيد اللي هي في العمل الاجتماعي اسمها الفكرة. لو انت ما عندكش كلمة توحيد هتبقى انت مش مسلم. خلاص؟ ولو انت ما عندكش فكرة هتضيع المؤسسة بتاعتك. يبقى أهم شيء عندنا دلوقتي إن الفكرة دي عمرك 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 ما تغمض لك جفن عنها.
انا هخش في كفالة ايتام وبعد رعاية الايتام وبعد رعاية الارامل وبعد تمكين الارامل وبعد تمكين الايتام. هتلاقي نفسك ماشي في موسوعة كبيرة جدا. الى اخره الى اخره. فده بالنسبة للفكرة. الوسائل لتنفيذ الفكرة عايزين مال. دي منها وسائل كتيرة جدا. في مال. في رجال. نساء. شباب. في مؤسسة. جمعية. في مقر. في هيكل. في قانون. في محاسبات. في مراجعات. وهكذا. فلما بنعمل مكان في مكان ما مبادرة من المبادرات في اي حي من الاحياء. هذه المبادرة لابد يكون معنا ناس يؤمنوا بهذه الفكرة بتاعت المبادرة. نكون منهم ما بنسميه اللي هو فريق العمل. ما فيش شيء يبنى على شخص. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صدع بالدعوة الأولى بدأ يكون فريق عمل في مكة. من كبار الصحابة الذين أسلموا قبل أغنياء الصحابة. كان منهم سيدنا خديجة رضي الله عنها، قبل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، هلم جرى إلى أن كون فريق عمل. استطاع فريق العمل ده إنه يخرج من مكة. وانت بفكرتك اردت ان تخرج من الحي والحاره والمدينه والقريه بفريق عمل لتنشر فكرتك على مستوى الدوله كلها، ثم على مستوى القاره او الاقليم او العالم. بدون فريق عالم، بدون فريق عمل، هنبقى فراعنه، هنبقى هامان، هنبقى النمرود، صح؟ انما اوتيتوه على علم مني. جميل قال كده هارون، خلاص انا اللي عملت كل حاجه. قال ان انا عملت كل حاجه، نسي ان كان في معاه فريق عمل. يا هامان ابني لصرحا. لعلي اطلع ولا اله موسى، اروح له اشوف ايه الاله بتاع موسى ده؟ بطلع فوق اتفرج على الاله بتاع موسى لان انا اله. فاللي اللي بيمنع تكوين فريق عمل ومؤسسته ويستمع لفريق العمل هو زي قارون وزي هامان وزي فرعون وزي النمرود. تقول لي حافظ القرآن اقول لك ما يهمنيش. تقول لي حافظ السنة اقول لك ما يهمنيش. تقول لي مربي حلو اقول لك ما يهمنيش. يقول لي شيخ تخرج من الأزهر اقول لك ما يهمنيش. العمل في المجتمع عمل لفرق العمل. مش لأشخاص. احنا نحترم الأشخاص المبدعين لكن لا نؤلهم. ولو ألهنا الأشخاص المبدعين لكنا ألهنا بعض الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا خالد. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه سيف الله المسلول، لم يهن في المعركة قط. صح؟ قط. فلو كان أحد أسباب هزيمة المسلمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة أو في أحد. ومع ذلك جاء عمر رضي الله عنه خاشى على خالد من فتنة وتأليه أو تكبير الناس ليه فعزله. لذلك حذاري ان تصنعوا من مؤسستكم فرعون وقارون وهامان والنمرود ونيرون وهتلر وستالين الى اخره الى اخره الى اخره. وبعدين ما فيش حد ليه خصيه الا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص عصره انتهى. ما فيش حد يقول كلام لا يراجع. رئيس مجلس اداره، عضو مجلس اداره، لا يراجع. كله حق المجتمع او من حق فريق العمل انه يناقش قبل واثناء وبعد التنفيذ. قبل واثناء وبعد. وكذلك من حق المجتمع بتاعك اللي انت بتخدمه انه يناقشك. يعني انت رايح في حي من الاحياء او في قريه من القرى او في اماكن من الاماكن دول عايز تبتدي تخش عشان تشتغل. في مفاتيح لكل مجتمع.
بتسموه شيخ، بتسموه سلطان، بتسموه رئيس قبيله، بتسموه رئيس حي. وبعدين بعد كده في وجهاء الحي، وبعدين في ناس في الحي عايشين. هتنزل انت لان معاك فلوس وعايز تصرفها تستثني كل هؤلاء، يبقى انت مشروعك هيفشل، انت مشروعك هيفشل. لذلك عندنا في القران في سوره اسمها سوره ايه؟ شورى. وشفنا احنا اتكلمنا كل ده لسه بتكلم على الفكره. احنا ما عملناش حاجه يا رجاله، عملنا حاجه؟ كل ده في الفكره بس. كل ده في الفكره. ولكن اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بتغير المجتمعات. الجمل اللي فكروا في الشيوعيه كانت فكره. الرأسمالية كانت فكره. كل انواع الالحاد فكره. الاسلام فكره، التوحيد. المسيحيه الى اخره كلها فكره، كله للتوحيد. الرأسمالية فكره. كل هذه الاشياء فكره. وكل المذاهب فكره. وكل الافكار فكره. معانا؟ يعني حذاري ان انت بعد كده هو تؤله بالشخص وتقزم المجتمع وتبكر الشخص وتحقر المجتمع. يبقى احنا بالظبط بنخلق من هارون وفرعون. هارون وفرعون هامان ونمرود وهلم جره. خلاص؟ ده بالنسبه للفكره. عملنا حاجه احنا في الحي والحاره وعايزين بقى ايه؟ ننظمه. احنا عاملين جمعيه. بنسموها مؤسسة يعني. عملنا جمعية. جمعية ليها رئيس، ليها مجلس إدارة، ليها موظفين، ليها قانون. حكينا احنا عن الحاجات دي، وإلا هنبني مؤسسة إزاي؟ وإن كل هذه الأشياء لابد إن نحترمها. ما يبقاش الرئيس متسلط على القانون. ما يبقاش الرئيس الجمعية للأبد. في دوريات. كل 3 سنوات، كل 5 سنوات، كل 4 سنوات، مرة أو مرتين أو 3 وخلاص. يكون فيها مشاركة من الرجال ومن النساء ومن الشباب. مشاركة من ثقافات مختلفة في المجتمع. مشاركة من أديان المجتمع إذا كانت هي تسمع مشاركة أديان مختلفة في المجتمع يبقى كذلك. وهكذا طالما هي مؤسسة مجتمعية. فإحنا بنتكلم كيف نبني المؤسسة المجتمعية بعمل الهيكلية واحترام القوانين واحترام اللوائح بتاعت المؤسسة. إن لم تحترم فمفيش مؤسسة. إن لم تحترم فمفيش جمعية. أنا كنت بزل بعض الجمعيات في أماكن في الدول العربية، واحد بقاله 40 سنة هناك. هو وبعد كده ولاده. جاب لي قطاع خاص، شركة خاصة ولا دكان هي. واحد تاني عامل جمعية هو وابنه وابنه وبنته. لا مراته مش معانا. وكل الأموال والممتلكات باسم مين؟ باسم الشخص. احنا بنحكي على بعض ولا ايه؟ وناس نفسها عمم عاملين نفسهم مشايخ ويتكلمون بالدين، دين بريء منهم كبراءة مين؟ الذئب من ذنب سيدنا ايه يوسف الجميل ده. يوسف بقى مصري خلي بالك، يوسف المصري اللي احنا جينا كنا عايزين نضحك عليه ونجوزه بناتنا، بس هو اتجوز عليه السلام. هو بريء من هذا. ثم ننظر لشيء مهم جدا في المؤسسة، البناء الداخلي اللي هي القيم وأخلاقيات المؤسسة. دي أهم كتير جدا من الهيكل. أهم قيم أخلاقيات اللي بتحكمك وانت بتتعامل مع زملائك، تحكمك وانت بتتعامل مع مرؤوسين، تحكمك وانت بتتعامل مع الذين نخدمهم اللي هم اصحاب المال الحقيقيين. يعني في الفكره هنا رجاله صاحب المال هو المحتاج، ولست انت، وليس المانع، وليس رئيس مجلس اداره، وليس المدير الذي يعطيك المرتب
هو اليتيم الذي تعتقد انه انت تخدمه، انت خادمه لانه يعطيك المال. يعني العلاقه منك او اهم قيمه في المؤسسه انك تعلم وانك تعلمي. طبعا سعيد جدا كنت معانا باخت هنا منوره عشان الشمس طالعه من هنا وانتوا كلكم مدربين. ها طب تقول يا تسيد اختنا ست الكلام كنت بقول ايه؟ كنت ماذا كنت اقول؟ القيم. اول قيمه تعرف انك انت اجير عند الفقير. اول قيمه تطلع يمين تطلع شمال تاخد جوائز زي ما الناس كانوا بيقولوا كده. ده الجوائز لما مثلا كده هو قاعد ينفخ فيا شويه ده كله مش قيمه. ده خلي بالك ده نفخ. يعني الاخ حجار نفخني بالاخ الثاني بتاعه انا منفوخ انت وانت نفختني انت كمان. يمكن مسكه كده بالفراخ وبعدين يبقوا فاهمين على ايه؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء. يبقى اول حاجه نحن فقراء نحن اجراء لدى الفقراء. دي اول قيمه. الجمعية تدخل الجمعية ليست ملكي وملك قبيلتي وملك عشيرتي إنما هي ملك المجتمع. تاني أمر تاني إن القبيلة والعشيرة ليسوا الوطن، هم جزء من الوطن. عندنا كم قبيلة في 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 في, في, في تشاد؟ كم قبيلة مثلا؟ 100؟ 205. 205 ال 205 مش هم الوطن، هم جزء من الوطن والوطن اكبر منهم. وداخل كل قبيله هتلاقي في مجتمعات مختلفه في تجمعات مختلفه. مش عائله رئيس الشيخ القبيله هي القبيله. انا مثلا اسمي انا اسمي حجار ولا حجاج وعيلتي او بالك لا مش عيلتي فقط هي القبيله، ده انا جزء من القبيله. لان في القبيله 100 عائله او 200 عائله او 1000 عائله بيكونوا القبيلة. ونحن ما إيه ما نحن إلا مكونات مجتمعية داخل الوطن وداخل الدولة وداخل المجتمع وداخل القبيلة وداخل العشيرة وداخل الحزب وداخل المذهب. فإحنا مكونات. فلو إحنا حبينا نحط صورة الشاشة بتاعت الجغرافية دي كلها هنلاقي إن كل مكون مجتمعي منا ما هو إلا نقطة في صورة تشاد كلها. مفيش حد فينا يقول أنا تشاد. مفيش حد يقول أنا مصر. مفيش حد يقول أنا سوريا. أو أنا نيجيريا أو أنا النيجر. أنا أقل من نقطة في بلايين النقط التي تكون صورة تشاد وصورة الوطن. واضح؟ لأن إحنا لو قدسنا هذه الشخصيات سنؤليهم. كما قلت من قبل في فرعون وقارون وهامان والنمرود الى اخره الى اخره. يبقى اول قيمه ان احنا اجراء. يعني حينما اتعامل مع الفقير اعلم ان هذا المحتاج هو من يمنحني المال او هو من يمنحني الحياه. فحينما انفق المال اكون حاسم على عدم اهدار المال. على عدم اهدار المال. لان انا عندي بيت وعندي عربه هو قاعد في الشارع او هي قاعده في الشارع هو قاعد في المخيم او قاعدين في ارض فلاح. وهذه الاموال التي تمر عبري انما هي مال هذا الرجل وهذه المراه وهذا الطفل الذي لا يجد الماء الصالح للشرب وانا انعم بكل شيء. لابد اول قيمه من القيم بتاعتنا اللي هي نحن اجراء لدى الفقراء. ثاني قيمه ما فيش تقليل ابدا. لك ازاي تبقى قليل ما بعبدوش؟ لا انت بتجعل منه قدسيه يعني لا تناقش. مين خالد قرار؟ فلان او فلان خلاص ما عادش يكلم. ليه؟ ليه؟
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول أشيروا عليها يا أرقام، أشيروا عليها يا أرقام، مش كده برضك؟ وبعد ما خد أكتر من موقف الصحابة ردوا عليه بالبلع، بعد ما ياخد التمر عشان أحس غير المشركين أو اليهود غيروا القرار بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر بدر الحرب، غيروا القرار الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في غزوة أحد يتهدف فيها جيش المسلمين غير الخروج صلى الله عليه وسلم، غير يعني غير اللي هو رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، أخطأوا في أحد وأصابوا في البلح واللي هو الضم واللي هو بئر بدر لما في غزوة بدر، وكذلك في أعطاء الأشياء دي اليهود إلى غير المدينة. طب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسمع، مين منا شيخ قبيلة ولا شيخ عشيرة ولا رئيس جمعية ولا رئيس مجلس إدارة ما يسمعش؟ معايا ولا مش معايا؟ أنت بتكيف قوي ها؟ دي نقطة ثانية. النقطة الثالثة في أخلاقيات المجسسة والتواضع وخفض الجناح. أبداً طريقة لبسك، طريقة كلامك، طريقة معاشرتك للناس، طريقة حتى استماعك للناس، كل هذه الأشياء مهمة جدا 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 في بناء المؤسسة اللي هي قيم وأخلاقيات المؤسسة. بمعنى أنا من قيمي إن أنا لما في دلوقتي في الغرب عاملين حاجة بعد ما طلع الفضيحة بتاعت أوكسفام في هايتي والراجل اللي كان ماسك بيدعى عرضه إلى آخره، واخد بالك؟ عملوا حاجة اسمها سيف جارد، يعني قال إيه؟ قال لما بيحموا النسوان. احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى وخلصنا ايه منع الخلوة، مناعها منع باب، لو دخلت عليك امرأة عشان تشتغل معاك او حاجة زي كده افتح الباب وافتح الشباك، او يكون حد ثالث معاك في الغرفة. لما نيجي نتكلم احنا كيف نعامل الناس، خلي بالكم حذاري، دي حاجات انا خبرتها بنفسي، انك تجد نفسك بين مجموعة من النساء وحدك وحتى ان كنا محجبات زاغت العين، لان الذي يزيغ العين هو الشيطان، ولك شيطان وللنساء كل واحدة شيطان، لا شيطان. تعتقد ان انت مثلا في الجلسة دي ما كلهم محجبات، لما ابص بقى ابص بعمق والنظرة تبقى نظرة واحدة، وعلى كل واحدة نظرة يبقى لها 50 نظرة. خلي بالك إن في وقت اللاجئات والنازحات بيكون هما ضعاف، فلا تستغل سلطانك في ضعفهم. لا تستغل سلطانك في ضعفهم، سلطانك إنما لتمكينهم وتقويتهم وحمايتهم وليس لاستغلالهم. ده حدث في أماكن كتيرة جدا. أفريقيا حصل ان الجنود بتاع بعض المؤسسات الكبيره كانوا ماشيين معاك الى اخره، وفي سمكيدي كذلك في اسمها كونغو في شبكات دعاره عندنا، في الجنود دول بتاع المؤسسات الدوليه واليوميه دي كانوا بيشتغلوا في مع الزنا الى اخره الى اخره الى اخره، حتى في البوسنة عملوا شبكات دعاره مع هناك، وما استغلش سلطتك بانك تكسر المجتمع وتكسر خير المجتمع وتكسر اخلاق المجتمع. وحدايا انت تذهب لامراه تتحدث معاها واحده لو في حد روح للبيت امراه كده وهي معاها ايتام تاخذ معك مرافق، ويستحسن ان يكون مرافق امراه زيها ايه؟ لكي لا يغويك الشيطان. دي من القيم والاخلاقيات، وده جزء مهم جدا في بناء المؤسسه. انتوا تعتقدوا ان بناء مؤسسه زي الحجاره هنجيب حجر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ونحطهم، لا انت عايز الاسمنت اللي في النص، الماده اللي بتقوي البناء دي اللي هي الاخلاقيات بتاعتك، اللي هي القيم بتاعتك، اللي هي الثقافه بتاعتك، اللي هو التاريخ بتاعك، الى اخره الى اخره الى اخره. فاي مؤسسه لابد ان تجعل لها ثقافه واضحه المعالم وأخلاقيات ملسومة وملموسة في كل شخص من هذه المؤسسة. كثير جدا احنا بنهتم بالمال، والمال مش وحش، مهم،
لكن مش على حساب شيء تاني. ولابد علينا في بناء مؤسسة أن نستطيع أن نقول شيء واحد، لا لا، ليس كل مال يأتيك ليبنيك. قد يأتي مال كثير جدا يهدر لأن أنت مش محتاجه. القضية السورية من 3 أو 4 سنوات السوريين كلهم إحنا مش عايزين أكل، أعطونا شيء عشان تشتغل. وما زال بعض الناس يستيقظوا في الصباح ويبعثوا لهم الطرد الغذائي. ما بدل ما تديني الطرد الغذائي تعالى علمني كيف أصنع، علمني كيف أزرع، علمني حتى أعلم أبنائي. ولذلك نستطيع خلال عملنا أننا نقول لا، ولن نستطيع أن نقول لا إلا إذا اتحدنا مع بعض من خلال منظمات ومن خلال منتديات ومن خلال اتحادات. نستطيع أن تكتل العمل المجتمعي ليقول لا بما في مصلحة المواطن وما في مصلحة مين اللي هو الفقراء والمساكين والوطن اللي نعيش فيه. اتكلمت كده كم دقيقة، ربع ساعة، ثلث ساعة، عشان أنا ما بحبش أتكلم كتير، ممكن تسألوا أسئلة فيكون الشيء عملي أكتر. وأنا هتوقف الآن وهستمع لكل واحد منكم عايز يسأل سؤال يقول تعليق. أهلا وسهلا بيك، يجي يعرف نفسه عندي هنا وبعدين يبتدي يتكلم. الأسئلة مفتوحة دلوقتي. من منكم يأتي إلى الأمام؟ تفضل. تعال عشان تقول لنا إيه وتقول أسئلة محرجة. أسئلة طيبة كده زي المناخيخ اللي نفخوني دول. طب خلاص هنسمع منه بقى. طب اتكلم الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عباس محمد بعمل. طيب أنا عباس محمد. الماجستير في دراسة الجوائز والأمن الإنساني. دخلت حول موضوع أخلاقيات الأمن الإنساني. تنادت المنظمات بعد ما شاهدت كثير من التجاوزات في أن العمل الإنساني يستغل أحيانا بأحيان كثيرة لأهداف غير الأهداف الإنسانية، استغلال الكوارث والمناطق، استغلال الوعاف، كذلك استغلال العمل الإنساني لتمويل أعمال مشروع الإرهاب، وأيضا يؤدي أحيانا العمل الإنساني إلى مزيد من المعاناة للمتضررين، خاصة عندما تكون المعاناة الإنسانية غير كاملة، فضلا أن يكون هو مجال لفساد مالي وإداري وثراء فاحش للعاملين في مجال. لذلك لابد من وضع ميثاق، وهذا الميثاق موجود مثلا في السفير في المنظمات الإنسانية. هل في شخص عنده خلفية عن السفير؟ مشروع السفير هو عبارة عن مبادئ تعارفت أو اتفقت عليها المنظمات العاملة في المجال الإنساني كنفس المبادئ أخلاقيات أثناء الكوارث والتدخل. كذلك دمت مجالات عمل مثلا فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب والنظافة والصحة أثناء الكوارث والأمن الغذائي والمستوطنات أو المآوي المتجددة. ففي الباب الأول طبعا دمت تسعى عن هذه القيم بحيث العمل الإنساني لا إلى مزيد من الضرر. الشاهد في الأمر أن أشير إليه هو محلياً أنه المنظمات تنشأ في الغالب لا تكون هناك رؤية واضحة للعمل الإنساني أو للعمل الخاص بالمؤسسة نفسها، يكون نابع إما من التقليد أو أن زي ما ذكرت أنه أسس المؤسسة هو المؤسسة كلها، هو البطل العبقري، هو الرجل المحز، البقية عبارة عن أتباع. وغياب التنسيق ما بين المؤسسات العاملة في المجال الإنساني نفسها ترك أن المنظمات تكرر نفس المشكلة. تجد مثلاً منظمة ألف تعمل إفطار، الثانية تعمل أضافة مقابل الأيتام إلى غير ذلك من التكرار والرتابة
وذلك المنظمات ظلت تراوش انها لا تتطور لك ابدا. فاتمنى من المنظمات المشاركه هنا وغيرها ان تتنادى لتاسيس شيء كميثاق شرف تتفق عليه كلها بحيث انه يكون بتنسيق، لا يكون العمل الانساني مجال للتنافق او للحسد او نعم تنافس غير شريف. اتمنى ذلك. طيب انا كمان سؤال عشان اجاوب على اثنين مرات، حد ثاني من الشباب او الشابات عايزين يتكلموا ولا هجاوب على السؤال وبعدين تفكروا؟ لا انتوا تصحوا من النوم لازم تتكلموا النهارده وتعملوا كل حاجه حلوه. طبعا عباس. عباس ايه؟ محمود. محمود ايه؟ طاهر. طاهر تخصصك ايه؟ طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو اتكلم عن كذا نقطة عبد العزيز، اتكلم عن الفساد. لا عباس عبد العزيز مش عبد العزيز، تعالى عبد العزيز اتصل بيه بقالي يومين ما بردش عليا، لكن بعد كده اسمه عبد العزيز. عباس انت عباس ابن فرناس؟ بس هتعرف من هو عباس ابن فرناس؟ لا ده كان عالم وعنده اشياء كتير جدا في الصناعه، لكن هو اشتهر فقط لاول ما انطلق عشان ايه السماء. المهم اتكلم عن الفساد العمل الاغاثي او الانساني، وده بيجي من التكدس واللي هو عدم تغير القيادات داخل المؤسسه. فكده قفوله على بعضها الجمعيه بتاعتنا فقط بكذا بكذا بكذا. لكن اول نقطه قلتها هي ان المال ده لابد ان تستشعر ان ده مش مالك، ده مال من تعتقد انك تخدمه ويدفع لك اجرك على خدمته. ودائما تقارن بينك وبينه، ده جزء من الفساد الاول. فعندك الجزء الثاني اللي كنت فكرت فيه بالك عشان الكلام اللي كان بيتكلم فيه اخونا، كان في عندنا مدير مكتب في المكاتب، دخلت عنده في المكتب في باكستان لقيته حاطط صور جميله جدا مع الوزراء والرؤساء وكذا وكذا، قلت له مين موظفك هنا؟ المكتب الرئيسي. قال مين رئيسك؟ قال لي فلان وفلان وفلان وفلان. قلت له مين رئيسك؟ قعدت اقراها خمس او ست مرات ما جاوبش عليها. وده مدير فاشل. قلت له رئيسك الذي يعطيك راتبك هو اليتيم اللي موجود عندك في القريه، شيل كل الصور دي كلها، حط صوره الرئيس بتاعك اللي هو المشرد اللاجئ النازح الارمله الفقير. ودي كانت الكلمه الجميله اللي قالها سيدنا عمر بن عبد العزيز. لما تولي الخلافه بقى مش زي مش مؤسسه تعبانه ولا بلد ولا كده، تولي الخلافه تولي ايه؟ من الاندلس لغايه الصين. ايه مين انت؟ مين انت؟ ابو شبر وشبرين وحاره وحارتين وجمل وجملين وقرش وقرشين، تولي احنا ولا شيء. يوم ما تولى الخلافه اعتذر ثلاث ايام ايه بعد ان بويع مرتين، خرج يعيط ومراته كانت فرحان، جوزها خليفه وابوها خليفه وعمها خليفه وابوها خليفه واخوها خليفه وجدها خليفه الى اخره. فقلت له بتعيط ليه؟ قال لها ويحك يا امراه. ارجع بقى للنقطه بتاعت الحساب، لقد وليت امر هذه الامه ما وليت، فتفكرت الفقير الجائع والمريض الضائع والأرملة الوحيدة واليتيم المقهور والشيخ الكبير والعيال الكثير والأسير والسجين أو الأسير اللي المظلوم. لما جه هو خليفة الخلفاء فبصش للجنود بتوعه وبصش للميزانية وبصش للجاه والسلطان وبصش للإعلام هيتكلم عني يقول إيه، بص المجتمع وأضعف من هم في المجتمع. من هنا يحدث الفساد تتكلم عنه. إن نسينا هذه الطبقات فسدت المؤسسة، إن نسينا هذه المعاناة فسدت المؤسسة.
إن نسينا الأهداف فسدت المؤسسة، إن نسينا الفكرة فسدت المؤسسة، إن نسينا العاملين معنا ولم نستشيرهم فسدت المؤسسة. شوف المؤسسة بتفسد إزاي؟ ما إحنا بننسى، ما إحنا بننسى الهدف وننسى الناس اللي إحنا بنخدمهم. ده جزء من الفساد. عشان نعالج الفساد ده وندافع عن المجتمع لابد علينا في الشاب إن نعمل يعني شبكات تنسيق، ودي زي ما انا قلت اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده احد الاشياء الاخرى اللي انا بقول عليها ك كلمه التوحيد اللي هي بناء الشراكات. يعني هو كلمه التوحيد في عن ايه؟ فكره، عن الفكره. ما حدش فينا ما عندوش القدره على انه يفكر، حتى الحمير بتفكر، حتى الطيور بتفكر وليهم لغات مختلفة، حتى الوحوش بتفكر، فما بالك الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى على عمارة الأرض وإعمار الأرض وتسيير حياة كل هذه الكائنات على وجه الأرض. اللي يلغي التفكير هو مش موجود. النقطة الثانية اللي قلتها هي تعتبر ككلمة التوحيد هي الشراكة، بناء الشراكات، ليست نزهة وليست فسحة وليست مندوحة، إنما هي أساس وركن ركين من محافظة على أموال الفقراء والمساكين. أنا ليه أعمل في حي واحد 50 إفطار؟ في الحي ده في أسرة بتاخد في اليوم 5 وجبات، في حي آخر مفيش ولا أسرة بتاخد ولا وجبة. ده يعتبر حرام 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 من وجهة نظر المجتمع، حتى ولو حللوا بعض المشايخ. في فتوى شرعية أنا ماليش دعوة بيها، في فتوى مجتمعية أنا ليا دعوة بيها، فأنا مفتي مجتمعي. أنا إيه؟ مفتي المشايخ ده هو حر، لكن ما أنا لن أفتي في الدين، ولكن نفتي في كيف نقيم المجتمعات ونبني المجتمعات ونحافظ على المجتمعات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيأتي الأمر اللي هو الإلهي أمر يعني إيه وحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا، يقول لا خلاص لو مش وحي إحنا بقى أهلا بيه. في الحتة الفتوى المجتمعية كانت لمين؟ لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الفتوى الشرعيه فكانت للرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يبقى نرجع للنقطه دي بالذات. الشراكه 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 اصبحت فرض على كل مؤسسه، فلا بد ان نبني ائتلافات او شبكات او اتحادات للتنسيق. التنسيق نقعد مع بعض نحط خريطه الحاجه في تشات، وهنا عايزين ميه، هنا عايزين زراعه، هنا عايزين تربيه حيوانات، هنا عايزين ايتام، هنا عايزين تعليم، هنا عايزين كذا. مين اللي هناك يعمل كذا واحنا نساعده، ومين اللي هنا يعمل كذا واحنا نساعده. من غير كده سنسأل امام الله سبحانه وتعالى على كيف صرفت اموال الفقراء والمساكين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وانا بقول اهو، وعندنا كم واحد هنا؟ 25 و30 واحد. ها؟ شخص اول ما هتسال عنه بعد التوحيد وبعد الكلمه وبعد الدين كده بقى مسؤوليتك في الدنيا، وكيف استفدت او استغليت او احسنت في المسؤوليه التي قمت بها. خلي بالك اللي بيشتغل مع الايتام والفقراء والمساكين هي من اخطر من اخطر من اخطر المسائل في الحياة أن تتعامل مع الفقراء. خطيرة خطيرة، كلها شوك وكلها طرق شائكة، ما هياش ولا يتبوأ مثلا إمامة الناس أو يتبوأ رئاسة مجتمع. هو مسؤول عن كل مجتمع على أساس أنه عمر مقام، ولو تعثرت بغلة في العراق ده سؤال عنها عمر بغلة. حفيد عمر بن عبد العزيز قال لما رجعت اموال الزكاه مره اخرى لبيت المال، قال اخرجوا زوجوا غير المسلمين.
محتاجين، زواج المسلمين كذا مش محتاجين، لأن استتب العدل. أنا خذوا فانصروا الحبوب على رؤوس الجبال لكي لا يجوع طير أو هام. كان حتى عارف إن هو مسؤول عن الطيور المهاجرة، مش مسؤول عن شخص، مسؤول عن الطيور المهاجرة، مسؤول عن تراث فقط. ولذلك أردت أن تتبوأ مكانك في المجتمع وتتصدى لخدمة المجتمع، فاعلم أن يوم القيامة السؤال عظيم. تعرف سيدنا عمر بن عبد العزيز آخر في آخر الكلمة اللي قالها لمراته إيه؟ وشعرت أنني يعني أنا بس مش فاكر النص بتاع الحديث ولا إيه؟ أن الله سألني عنه، أن الله سألني عن كل هؤلاء وخشيت وأنا يعني الله سألني عن هؤلاء وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصيمي دونهم. يعني مين هيكون واقف المحامي بتاعهم؟ رجالة أخت أنت اسمك إيه؟ أنت بنت عمر يا صلاة النبي عليك وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كويس يا سيدة حفصة. فقال له ايه؟ قال له خصيمي محمد. يعني هو تخيل كان واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم الحساب، ربنا هنا محمد هنا وعمر هنا، والذي يسأل الله سبحانه وتعالى، والذي يدافع عن الأمة محمد. فخشيت أن لا تثبت لي حجة في حضور محمد صلى الله عليه وسلم أمام الله سبحانه وتعالى، فخشيت فبكيت ورحمت نفسي وبكيت، عسى ان بكائي ده يشفع لي عند ربنا سبحانه وتعالى. تخيل رجل سلطانه في الدنيا، انت ايه؟ ها؟ انت ايه؟ اشتغلوا في قد ايه انتوا؟ انتوا مين؟ من انتوا؟ ها؟ اللي اتكلم عنه ده كان المملكه اللي بيحكمها المسؤول عنها من الصين لاندلس. واحنا لا مؤاخذه عندنا جمعيه ما فيهاش نور ولا ما فيهاش كراسي، وماشيين كده في زي الجعلس كده. عارفين الجعلس يعني ايه؟ عارف الجعلس يعني ايه؟ لو بس كده زي عارف الديك الرومي؟ فخوخ زي ما كان من فخوخ الصبحيه. اخ ده عملني جعلس والاخ التاني عملني جعلس، مش كده يا اخي؟ جعلصتني انت. في سؤال تاني؟ فأصبح دلوقتي علينا إن إحنا لابد إن إحنا نعمل ائتلافات ولابد نعمل شبكات عشان التنسيق. عشان التنسيق. اسمك إيه؟ بس أنت قصير أوي كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا معطية اتحاد شباب جعل الإسلامي. أنا مداخلتي حول مشكلة العمل المؤسسي، وهنا أتحدث عن منطقنا المحلي. أن الشخص المؤسس أو رئيس مجلس الإدارة هو يعتبر صاحب الفكرة، بالتالي كل الأعضاء تقريبا وفي كثير من الأحيان يعتبرون عاملون عنده، عليه يكونون هؤلاء فريق العمل هذا يكون يعني عجيب عند صاحب الفكرة أو صاحب المؤسسة. فكيف في مثل هذه الحالة يستطيعون يعني أن يمنعوا المؤسسة من تأليف الأشخاص أو تأليف الشخص صاحب الفكرة؟ يعني هم يعتبرون أجراء عنده، يطردهم متى شاء ويغيرهم متى شاء. كيف نقارب يعني هذه المشكلة؟ كيف نحلها؟ الفكرة الثانية هي سؤال، يعني المبدأ أو القيمة الأساسية في العمل المؤسسي هي أننا أجراء عند الفقراء. هذا إذا كنا مثلا نستلم أجور من هذه المؤسسات. أما الشخص الذي يعمل متطوع هل يعتبر هو أيضا أجير عند الفقير؟ شكرا. صلي كمان صلي يا ادم. انت ابونا
نعم. طيب شوفوا ارجع لها 100 مره واحذركم، ما في احد فينا مخلد، والذي يريد ان يدخل جهنم بسرعه البرق هو الذي يمنع من نمو المؤسسه، حتى ولو كان هو صاحب الفكره، حتى ولو كان هو صاحب الفكره. خلاص جزاكم الله خير. الفكره دي انا عملتها في سنه 50 مثلا او سنه 70 وكانت مبدعه، سنه 90 انت لا تستطيع ان تطور فكرة. انا هقول لحضرتك حاجه، انا احد هؤلاء الناس، اعوذ بالله من الكلمه دي، اللي كنت صاحب فكره تاسيس الاغاثه الاسلاميه 84. جت في الالفيه الاولى بعد سبتمبر 11 في 2001 حسينا ان احنا عايزين نعمل شيء تاني. انا ليه استقلت من الاغاثه الاسلاميه؟ لان الدور اللي بتقوم بالاغاثه الاسلاميه انا مش عايز اقوم بيه، خلاص انا قمت بيه 20 سنه. عايزين نعمل دور تاني زي الكلام اللي قاله الاخوان في منتدى كذا ومنتدى كذا ومنتدى كذا ومنتدى كذا ومنتدى كذا. اللي متمسك بفكرته هيموتها، هيموتها. واديكم مثلا في الستينات كان في جمعيه اسمها اتحاد منظمات الجمعيات، مش عارف منظمات حاجه زي كده يعني، في بريطانيا كان في راجل طيب جدا رحمه الله عليه، هو ماسكها، فضل ماسكها وكانت هي القمة في السبعينات إلى أن أصبحت لا تذكر في الألفية الأولى. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يطور هذه الفكرة بعقلية رجل يعني ولد من 60-70 سنة. فلابد الشباب يجوا، لابد النساء يجوا عشان يكون في تغذية للفكرة. ولو لم تغذي الفكره باجيال اخرى ماتت الفكره وحسبت انت على موت الفكره بتاعتك. الذي يعمله هذا الشخص هو حرام من وجهه نظر المجتمع اللي انا بتكلم عنه، مش من وجهه نظر الشرع. بعض الناس المتشرعين اللي عاملين نفسهم مشايخ هيقول لك يا سلام ده الراجل ده ابدا ده من البدريين. طب ما خلاص بقى كده خلاص. لكن هل البدريين هم اللي حكموا كل شيء في بعض؟ لا. المجتمع بيتغير. ده هنعالجه ازاي؟ نعمل لوائح وقوانين. داخل المؤسسة تضمن لنا ان مفيش شخص يخلص في المؤسسة إلى الأبد. مش معنى كده ان كلهم هيمشوا. اللي مش هيمشوا هيموتوا المؤسسة بتاعتنا. هكون حسابهم أمر الله سبحانه وتعالى أشد. وأنا يا أخي آدم اذهب لاي رئيس وقول له فلان الفلاني بيقول انك على ابواب جهنم وستدخلها لانك لا تترك الفكره المبدعه لمن هم اكثر ابداعا منك. لان هو ده حب التسلط، حب السلطه، حب السلطان. الفرق بينه وبين اي واحد رئيس جمهوريه عاد 50 سنه ولا 60 سنه ولا 70 سنه. خلاص انت مثلا في بعض البلاد بنذكر الاسماء رئيس جمهوريه بقى 30 سنه على كرسي مشلول وغايب عن الوعي، وكذلك عايزين ايه؟ تخبوه يعني. طب يعني ارحمونا ارحمونا بقى يعني، واخد بالك؟ يعني الشباب عند الرؤساء بيبدا في سن ال 80، اما الشباب عندك انت بيبدا في سن ال 200. بس بالظبط ده بالنسبه للسؤال الاول هو تدافع، واخد بالك؟ لو يكون عندنا هنا وزاره قويه تستطيع انها تعمل قوانين وتراجع اداء المؤسسات والجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه تاتي وتقول والله احنا هننتخب الرئيس لمده دوره او دورتين عشان لا يتسلط الرئيس بسلطانه على المؤسسه الى الابد. ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني كان ايه؟ المتطوع دي المتطوع صليت على النبي. انا مش سامع صوت صلى الله عليه وسلم. انا باخد اكل، انا ما باخدش اكل انا برضك اجير عنه. انا بمنع المؤسسه فانا اجير عنه. المال اللي خرج مني بعد ما خرج مني ما اصبحش مالي، ما اصبحش مالي، فلا اتي ها ك
كي اقول انا اللي اديتها. انت اديتها من مال الله. تطوعت مما افاد الله عليك بالعلم وبالصحه وبالمجهود وبالخبره وبالمعرفه. فانت مستفيد من هذا المجال. وانت تاخد لك صوره وترجع تتكلم مع اولادك في البيت، يا سلام شفت يا اولاد انا عملت كذا وكذا وكذا، فمراتك تضحك يا سلام تتنب عليك يا جوزي وتفرح بيك وتعمل لك ايه؟ عصير عصير هتكتمك يعني. فاخد بالك؟ فانا مستفيد وانا برضك وانا متطوع خدام عند الفقير. لان مفيش تطوع باستعلاء. لا يوجد تطوع باستعلاء. لا يوجد تطوع باستعلاء. يوجد تطوع مع كبر. ابدا. لكن المبدا الثاني في العمل هو التواضع. خفض الجناح. ايوه. ما اقعدش لا يوجد لا 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 يوجد تطوع بمنه. ان انا بقى امن عليك. هتمن علي بما اعطاه الله لك من صحه وعلم وقوة ووقت فراغ. لا صحتك منك ولا قوتك منك ولا وقت فراغ منك. إنما نحن عبيد لمن أعطى ومنح هذه الصحة. يعني نيجي ننظر مثلا مساريب في العالم الإسلامي عام. سيدنا أبو أيوب الأنصاري مات هو متعدى 98. مات فين؟ مات في مكة ولا في المدينة؟ مات في تركيا عشان كان عايز يحقق حلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى اعطاه القدره والقوه كي يسافر على ظهر الخيول او النمير او الجبال الى ان وصل تركيا وهو قبله دلوقتي في اسطنبول. وسيدنا عمر المختار كان بيحاول يدافع عن وطنه وهو في السبعينيات. صح؟ فكل هذه القدرة والقوة والمعرفة وسعة العلم إنما هي منحة لك. عندما تأتي وأنت متطوع تعلم أن الذي أعطاك القدرة على أن تتطوع هو صاحب القدرة. فأنت أيضا ما زلت أنت مثلا تدخلي متطوع معلم داخل أنت متطوع ثم بس العيال كده تقول لهم إيه؟ أنت هو قلق أنا متطوع وبعدين. أنت يا بنت تهيئ أنا متطوع وبعدين. انت راجل غلبان يا فقير انا متطوع وبعدين. عايز تبقى انت كده يعني؟ عايز تبقى كده؟ جهنم موجود. جهنم موجود. خش جهنم ولا تخش الجنه؟ جهنم صعب. الجنه بتخشها بالتواضع. ما ايه؟ ما كان الحلم او التواضع في شخص الا زان. مش كده ولا ايه؟ ما في شيء الا زان. الحلم. الحلم والتواضع والحاجات دي. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تاتي به الفتاه وما وقف كده الكلام تعال عشان تتكلم مش عايز تضحك. كانت الفتاه جاريه كده تشده كده يمشي وراه. وده رسول صلى الله عليه وسلم كان بياخد مرتب من الدوله؟ لا ها؟ ياخد مرتب؟ خلاص. فحتى المتطوع لابد ان يعلم انه في الوقت. الاجر هنا في ايه يا اخ ادم؟ الاجر هنا بالاجره. والاجره عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني يا ادم افندي يا ابونا يا ابو البشر لما هروح انا اخدم في المخيم ده مش ربنا هيديني اكل؟ صح؟ اكل. الاجر ده هيكون في صحتي، هيكون في علمي، هيكون في ولادي، هيكون في اهلي، هيكون في عمري. ها؟ وفي هناك كمان اجر في الاخره. فاوعى تفتكر انك كمجتمع ما بتاخدش اجر. تضحك عليا انت ولا ايه؟ احنا لافين البلد دي كلها مع بعض. كده يا عم حجار؟ انت واخد اجر بالثلاثه واللي بيديك اجر هنا مين؟ ربنا. انا لما بقعد مثلا مع الشباب ربنا ما احنا اجرك عند ربنا. ما عارف اجر عند ربنا بس مرتك عايز حاجه دنيويه. خد بالك؟ ما في اجر هنا بيدفع لك. بيدفع لك مضاعف. من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. تعالى اقعد يوم ادم يا جماعه. اي نعم؟ ادم تاني؟ هو في ادم واحد؟ وادم تالت؟ اتفضل. طيب.
الرئيسي مثلا في دولة عربية أو دولة أوروبية، لابد يكون في مراجعة دورية
على الرئيس مراجعة دورية للقوانين على الموظفين. دلوقتي بيطلب من المؤسسات المسلمة أو غير المسلمة في بريطانيا إنهم يقدموا تقارير لو حدث حاجات تجاوزات في الميدان منذ سنين. يعني لما حصل المشكله بتاعت اوكسفورد دي كانت 2017. فالحكومه المبنيه عملت قانون دلوقتي بيقول لك ارجع بتاريخ مؤسستك من 10 سنين او اكثر ماذا حدث عندك في الميدان في المكاتب الميدانيه. ولو انت ما رجعتش بما حدث علشان تقول انا والله يعني ايه اتوب الى الله وانوب وهم اكتشفوا ممكن يغلقوا لك المؤسسه. واصبح دلوقتي اللي هو السيف جاردنج ده او اللي هو حمايه النساء او حمايه الاطفال مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان انا مثلا لما تبص انت في الكونغو الديمقراطيه اعلى معدل اغتصاب الطفل المراه والطفل الصغير والفتاه. اعلى معدل في العالم كله واحنا قاعدين نايمين. مش لانهم مش مسلمين اغلبهم يبقى احنا ما نعملش حاجه. الاسلام لم ياتي للمسلمين. الاسلام جاء او الرسول صلى الله عليه وسلم جاء متى؟ رحمه للعالمين كلهم. لكن العالمين دول المسلمين او غير مسلمين. فدي نمره واحد انك تضع انظمه رقابيه على اداء الدوري لكل موظف. لكل موظف. وان الدوله تضع انظمه تراقب المؤسسات. وان انتم كجمعيات تعملوا ائتلافات انكم عشان ايه؟ تبنوا مثل هذه الاشياء. لان تعملوا ابحاث. انا يعني احد الحاجات الخطيره جدا في عملنا ان احنا ما بنعملش ابحاث. لان مفيش امكانيات. الابحاث هتتعمل لما نتجمع نفرض مثلا ان عملنا ائتلاف او منتدى او اتحاد. وانا عندي جمعيه لوحدي. فالجمعيه دي عايز تعمل بحث هيكلف 100,000 دولار. كتير على الجمعيه. لكن لو الائتلاف اللي فيه 50 جمعيه وكل جمعيه جمعت 1000 دفعت 2000 او 3000 دولار وطلع البحث باسم 50 جمعيه هتلاقي ان البحث ده تبنته 50 جمعيه مش جمعيه واحده. الابحاث مهمه. والاوقاف مهمه. طب نرجع لمثل هذه الاشياء لابد ان نعمل سياسات تضبط هذه المخالفات وتحاسب المخالفات. الجمعيات الاسلاميه الانسانيه يعني كثير جدا منها في مناطق هي تعتبر موجهه سياسيه من الحكومات. دون ذكر اسماء البلاد. فحركتها مش كثيره زي الجمعيات الاوروبيه. ومع ذلك الجمعيات الاوروبيه برضك كثير جدا منها منشغل بجمع المال. انا اديك مثلا صلي على النبي. اخونا قال انه المنتدى الخيري الاسلامي اللي هو بالسبيل الانجليزي مسلم تشارتس فورم او فورم مسلمان سكور تشارتس شارتس يعني كلمه تشارتس تشارتس المهم في حوالي 17 جمعيه. اقل جمعيه فيهم بتجمعها من 2 3 مليون جنيه في السنه. مش عارفين هذه الجمعيات اللي في الغرب ان احنا نمشي ميزانيه علشان المنتدى ده يستمر. ارد عليك انت برضه دي جمعيات اسلاميه في مشاكل. ليه بقى يا عم ادم؟ لان الجمعيات بتاعتنا مش بس ما بتعقدش الرئيس بتعقد الشعار. شوف الشعار ده لو مش موجود مش هدفع. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ الشعار اصبح دلوقتي اسوأ من فرعون وامان ونمرود وقارون. مش عارف فوق ولا تحت. مش عارف النص لا في الاول ولا في الاخر. احنا لافين الشوارع بقى يا ابونا مش انت ابونا ادم؟ عارفين الشوارع وعارفين الجماعه اللي فكرت وايه والايات القرانيه موجوده في كل حيثيه والاحاديث موجوده والخطب موجوده لكن من غير شعار انسى. ده احنا بنسميه بالانجليزي ما اعرفش بالفرنسيه بنسميه الايجو اللي هو حب النفس. ايجو هذا مرض نفسي.
حب النفس وحب الشعار. بالك فده خطر داخل الجمعية نفسها كانت إسلامية أو غير إسلامية. مش عشان أنت مثلا كده جمعية إسلامية أنت منزه أو أنت نبي والباقيين كلهم كفر. هناك من غير المسلمين منهم أقرب للإنسانية من المسلمين كتير. لأن يعني الإسلام تطبيق، تطبيق عملي مجتمعي. تبتدي كده بإيدك، إيه منتج عملك؟ ما حقيقة إيمانك؟ إيه حقيقة إيمانك في المجتمع إيه؟ إن أنا خدمت يعني زي سيدة خديجة، يعني إنك تحمل الكلب وتعين المحتاج وتقر الضيف. ده حقيقة إيمان الرسول قبل أن يكون نبيا. ده إيمان مجتمعي. حينما أصبح نبيا وروحي إليه تعمق الإيمان الرباني في إيه؟ في قلبه. فازداد مثل هذه الأشياء، يعني وهو غير رسول كان ده بيعمله، فما بالك بعد ما أصبح رسول. ده بالنسبة للأول. بالنسبة للسؤال الثالث اللي أنت قلته أهو. على المشاركة المنظمات الإسلامية. مشاركة المنظمات التي تعمل. يعني للأسف المنظمات الإسلامية بتتكلم عنها دي مرتبطة بثقافة المانع، مرتبطة بموسم المانع، مرتبطة بالتقليد العمل التقليدي بتاع المانع. المانع بيقول شرط المدرسة، إفطار رمضان، زكاة الفطر، خروف العيد، السنة الغذائية. أقول لك إيه تاني؟ ها؟ أقول إيه تاني؟ آبار أو قطع آبار؟ حفر آبار. أنا بقول لك دلوقتي من وجهة نظري أنا مش عايز آبار، عايز اسمها بيسموها إيه؟ الريزرفوار يعني سيريت. لا الريزرفوار خزان. خزانات. لا خزانات مياه مش خزانات جوة. عايز بتاع ده اسمه سدود. لأن في أماكن في أفريقيا بتنزل فيها سيول كل سنة. ربنا ما بيحرمهاش من المية، يعني في الصومال وفي جيبوتي أنا شفتها بعينيا. سيول في السودان في نهر اسمه نهر الكيش توصل سرعة بتاع 60 ميل في الساعة. سيول. لكن فين الخزان؟ فين السد؟ عشان أخزن المية دي السنة اللي بعدها. البير بياخد من منسوب المية اللي في الأرض صح؟ بيقللها. السد بيرفع منسوب المية في الأرض. ده بيمنع تسرب المية دي لإيه؟ للمحيط أو للبحر. صح؟ لأن أنا مرتبط بثقافة مانع، ولأن أنا شخصياً كمؤسسة عايز أجيب الفلوس بسرعة. اللي يجيب فلوس سوريا. هقول لك حاجة، في السبع ثمان سنين اللي فاتوا نضب المال لأفريقيا. نضب ليه؟ لأن في سوريا مع ان كان ما تدفعش في سوريا، ولان في اليمن، لان كان في العراق، ودي بتجيب فلوس بسرعه. مش لاننا بنحبهم اكتر وبنحبوش كوشن، لا. والمتبرع يقول اي انا روح على اليمن، روح على سوريا. طب وبعدين الناس هنا ما عايزه برضه. فعقليه الجمعيه وعقليه المانع عايزه تصاغ من جديد. دي امر احد الامور. أنا ما عنديش مشكلة إن في وقت اللي هو الكوارث بتاعت سوريا واليمن دي أدي 70% للمنطقة دي، وأدي المناطق الفقيرة لأفريقيا 30%، حتى على الأقل أمشي الأمر. العقلية مش موجودة عشان تفكر بإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان. برؤية كبيرة. أنا هديكم مثلا كنت أنا عملت فيه محاضرة قبل كده. أنا من وجهة نظري المجتمعية كأفتي في المجتمع ولا أفتي في الدين، إن أنا عايز أصرف فقط فقط فقط. قول لي فقط. فقط. ما سمعتش أنا. فقط. أنا غلبان أوي. فقط 70% من مال الإغاثة على الدولة اللي هتغاث. يبقى أنا عايز 70%. أنا مثلا يا جماعة 20 مليون أو 20 مليون. حاسب 70% إغاثة تقليدية، بتعرف إن أكل شرب بنية كذا.
و30% إغاثة نوعية. لأن أنا عايز المجتمع ده هو في حالة الإغاثة أنا أدربه، أأهله، أبنيه، أعمل له جمعيات، أعمل مجتمع محلي، أساعد الحكومة المحلية. عشان بعد الكارثة ما تروح محدش هيديني فلوس. محدش هيديني فلوس. أفغانستان ولا حد بيديها فلوس. البوسنة ولا حد بيديها فلوس. الشام ولا حد بيديها فلوس. مع إنها كانت قضايا عظيمة. قضايا عظيمة. خلاص انسى. انسى. وعشان أبني المجتمع لابد أغير فكر الإيه؟ الجمعية نفسها اللي هي بتعتمد فقط على المصايب. في نفس الوقت اغير الفكر المالي. وده حاجه احنا بنتصارع فيها. في اراء فقهيه وفي اراء مجتمعيه. انا جيت لو انا اروح على مجتمع نازحين مفيش كفاءه مفيش قدرات ما صرفش عليه 30% دول هيضيع ال 70%. استاجره ارهابي ان خير ما استاجرت القوي القوي الحرفي المالي الامين. بالك اديني براحتك. فانت لابد في الوقت ده تعمل لك سياسه وحيثيه علشان تبني المجتمع. لذلك نرجع للكلمه التوطين هو اساس العمل. مش المؤسسات بقى العربيه والاسلاميه والغربيه والكذا لا. التوطين يعني اهو اذا كان كل واحد فيكم مسؤول في مؤسسته وما رباش جيل من الشباب معاه يبقى هو صاحب كبيره من الكبائر التي قد تساوي كبائر الخمسة أو الستة اللي أنا عندهم في الإسلام. هي كبيرة. كبيرة مجتمعية، أنك لا تربي حولك من الشباب والشابات من يجعلوا المؤسسة مستدامة، تكبير مستدامة، حتى استديم المؤسسة زي وأنا عندي 90 سنة وقاعد في البيت وأنا الرئيس. كل اللي حواليا 80 و75 وكذا وكذا وكذا. وهم خارج منظومة التاريخ والحاضر. ها هتستديم ازاي؟ مش انت عايز تخطط؟ هتستديم ازاي من غير تخطيط؟ انا عملت مشروع في المنطقة الفلانية. لابد اراجعه. اراجع المشروع مرة ثانية. هل نجح ولا ما نجحش؟ نجح بنسبة كام؟ قياس الأثر. قياس الأثر. أنا من أزمن من دايما أنا بضرب المثل ده من اسهل الحاجات في القياس الاثري ان عملنا خزانات ميه على الجبال بتاع كشمير في باكستان. الكلام ده في 97 96 حاجه زي كده. كان قبل خزانات الميه دي بتتعمل فوق الجبل كان البنت الصغيره اللي ما تروحش المدرسه ممنوع البنت تروح المدرسه. لان احنا لابد البنت ما تتعلمش. بالرغم من ان كان بتعلم المسلمين نسوان. أول الدعوة السيدة عائشة والسيدة حفصة ومين تاني غيرهم كل دول كانوا رواد حديث ولا مؤاخذة ولا مؤاخذة كانوا رواد حديث كانوا رواد حديث. كان في حلقة في دمشق في عصر الدولة الأموية دمشق في المسجد الأموي كانت تديرها أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الصغرى هي زوجة سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه. وكان يحضر الحلقة لخليفة الأموي. ولا مؤاخذة. مؤاخذتك معاك يا معلم. ده 1000 في القرن الهجري الأول. كانها حلقة في المسجد العام بتاع المسلمين أو المسجد الجامع. المهم طب ما بيننا اللي هو الخزانات دي على الجبال طبعا الستات فرحوا جدا والبنات اللي ما كانوش بيروحوا المدرسه والاطفال لكن البنت كانت تنزل 5 6 مرات في اليوم تجيب ميه من الوادي يعني طالع نازل بتاع حوالي ايه يعني 40 دقيقه او ساعه مفيش مدرسه بقى اصبح عدد الاطفال في المدرسه ازداد الست في البيت بقت يعني الميه عندها متوفره يستحموا يغسلوا يزرعوا حتى حوالين البيت بتاعهم حبه خضار ما كانش موجود قبل كده. فده قياس الاثر، هل احنا بنقيس اثر كل مشروع احنا عملناه؟ يعني ايه تنميه مستدامه؟ يعني ايه تنميه مستدامه؟ يعني ايه كلمه مستدامه؟ ها؟ ده مين اللي رد؟ عشان انا حاسس على الاسئله دلوقتي.
كيف نضمن الديمومة؟ كيف نضمن الديمومة؟ فضل واحد يرد علي. لأن أنا مش عايز التنمية المستدامة تبقى فنكوش. شعار كده 17 مش عارف إيه وكذا ونعمل مؤتمر وخلاص. كيف نضمن الديمومة؟ حد يجي جاي تعالى يا أخويا. تعالى هنا وأنت شكلك حلو كده متجوز ده متجوز. اتجوزت؟ أكيد. طيب بس أنا سرقت. طريق؟ تعالوا يعني لا ما شاء الله عليك. كيف نضمن الديمومة؟ طيب نضمن الديمومة بالمراجعة والتفتيش. أدي حاجة. إيه تاني؟ طب خلاص حد تاني يقول لنا كيف نضمن الديمومة؟ أنا أديكم بس تعالى تعالى أنت لا أنت مش آدم. طيب مش بس عباس عباس بن فلاح تفضل يا عباس. هو قال بالمراجعة والتطوير. أضيف لكلام المحامين أول حاجة بالتخطيط. أيوة. طويل الأجل. أيوة. المرحلة يعني 3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات وبالتقييم تنفيذ الخطة المرحلية نشوف نقاط القوة نقاط الضعف ونطور في الخطة بهذا الشكل نستطيع أن نستديم. حد تاني يا شباب تفضل حتى آدم وأنا آدم وأنا وكان ده ما بيتكلمش ولا ايه؟ عادش يكون كان فاضي. ها؟ وجه سؤال هنا عشان ايه يسوق. نضمن الديمومة ببناء الانسان القادر على قيادة المؤسسات وتنفيذ المشاريع التي تصف بالاستمرارية والتوافق. جزاكم الله خير. علي علي تعال اتفضل. ايوه حد من الشباب موجود اهو. حد فيكم يقوم ولا انا هطلعكم تتكلموا. يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عالم وهي نشبة جانية. أضيف إلى كلام الإخوة نضمن الديمومة من خلال الموارد المتجددة. يعني هذه الموارد يمكن أن تكون بشرية مادية أو حتى عينية. يعني نحن عندما نعمل على إنشاء أو يعني تنمية جيل يأتي يقود المنظمة أو موارد من خلال المشاريع التي يمكن أن نعتمد عليها دون الدعم الخارجي تعتبر موارد متجددة. جزاكم الله خير. الثاني يا شباب كيف نضمن الديمومة؟ تفضل. وين حضرتك بعد كده؟ من أنت؟ طاهر يوسف محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله عبد الله.
هي اللحظة الخيرية للعبور غير الدوار. فبالنسبة لسؤالي دكتور كيف نقل الديمومة؟ الديمومة نقلها أولا أن يكون عندنا رقابة ذاتية. كل واحد منا يعمل في مجال العمل المؤسسي لابد أن تكون له رقابة ذاتية. وهذه الرقابة تتكون أولا أن تكون عندنا ثقة بالله عز وجل في العمل المؤسسي. ثم ثانيا العمل المؤسسي لابد أن تكون الذي مثلا يعمل في ذلك العمل تكون له ثقة بالمتبرع مثلا، هو أيضا يضع فيه الثقة. فمثلا نحن في ضواحينا نعمل، فعملنا هذا عندما نطلب مثلا مشروع أو رسالة للمتبرع أولا نقول الثقة بالله سبحانه وتعالى، وثانيا الثقة تكون بالمتبرع. فهذه لابد نحن أيضا نطبقها في أنفسنا حتى العمل الإنساني أو الاستدامة هذه تذهب بهذه الطريقة إن شاء الله. حد ثاني يا شباب؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد عمر مصطفى محمد دكتورة علم النفس التربوي مجمع الإبتسامة التعليمية. أريد أن أضيف إضافات بسيطة لما قاله الإخوة. نبدأ بالتقدير ثم المتابعة ثم بعد ذلك إجراء دراسات استشرافية في داخلها ندرس المحددات والمقادر، ثم لذلك نعمل التدريب المستمر لبناء القدرات التي تحمل هذا الشيء من جيل إلى جيل حتى نكون استمرارية. مجتمع الإسلام يرث الأم وأباه، هذا يحتمي المستدام المشروع. السلام عليكم. حتى يكرهوا إيدك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الصادق ابراهيم البطلاني، ألي عبد الصادق، منظمة الدعوة الإسلامية. معلومة الدكتور فرقة جامعة. مع سيدي عبد الله. بالنسبة للتنمية المستدامة، لو أردنا أن تكون هناك تنمية مستدامة، لابد أن نهتم بالتعليم. الصحة، تعليم المرأة، الزراعة، هي أهداف التنمية المستدامة كثيرة جدا، لكن أهمها نهتم بالتعليم والصحة والزراعة وتعليم المرأة ومشاركتها في المؤسسات. شكرا. حتى يا شباب. السلام عليكم. كل الناس قلتوا ده بيكون أو بيؤثر ل مسيرة للتنمية المستدامة، هي مسيرة مش مشروع، هي برنامج مش مشروع. المشروع بياخده 6 أشهر سنة سنتين، لكن البرنامج بياخده 10 سنين أو 20 سنة. في حاجة أنتوا بتكلموش عنها اللي هو الفساد. لن يكون عندنا تنمية مستدامة في وجود الفساد، والفساد ده إما على مستوى الفرد أو على مستوى الجمعية او على مستوى المجتمع او على مستوى الوطن. بمعنى ايه؟ اديكم انتوا حاجه انتوا لابسينها 180% في المجتمع ده، التسحر والجفاف والتغير المناخي، هذا فساد على مستوى الفرد الذي بدا والذي بدا قطع الاشجار من الغابات سنه واثنين وخمسه وعشره عشرين، نص الغابه راح. ده على مستوى الفرد. على مستوى الحكومات، اللي في حكومات بتنشئ حرائق زي ما بيحصل في البرازيل بالذات،
كل كام سنه حريقه هائله عشان المستثمرين عايزين قطعه الارض. هو ده فساد على مستوى ايه؟ الدوله او الحكومه او المجتمع. بحيره تشاد بدات منسوب الميه هنا في تشاد او في المنطقه الدول المحيطه اللي هي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد صح؟ في الستينات كانت البحيره ملان. وزي ما كنا بنتكلم امس كان حوالي قرابه 40 مليون مستفيدين من هذه. فيها جزر عائمه وفيها 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 وفيها. كل سنه احنا قاعدين بنقطع شجر يمين وشمال من هنا وهناك. حاليا كميه الميه اللي في البحيره لا تساوي 10% من كميه الميه اللي كانت في البحيره من 50 سنه. شوف الفساد عمل ايه؟ فساد من قطع شجره من الفرد او حريقه بتعملها احد المؤسسات داخل الدوله لتبيع الارض. ها؟ ياخد 50 سنه علشان يجي هنا حاجه اسمها اللي هو التغير المناخي والتلوث البيئي وتفرق الحراره. فالفساد لابد ان نحاربه من اول يوم. وما اتى الرسل صلى الله عليه وسلم اجمعين الا لمحاربه الفساد. واول شيء في محاربه الفساد هو ادعاء الالوهيه. ادعاء الالوهيه ان مجرد ما الشخص يتألى يقول ويسمع له ولا يناقشه احد. سواء كان هذا الشخص مسلم او غير مسلم. وتبديل دين الله اللي هو ايه دين الله في الحياه اللي هو تفعيل مجتمعات. وقلت ان الفساد عالي من شرق الشباب والشابات في المجتمعيه من اول يوم. من اول يوم. يعني انا لما هنزل مخيم من المخيمات ولا حي من الاحياء كم عدد النساء اللي بيعيشوا اي مخيم واي حي؟ نساء وليه والشابات سنة. مش اقل فقط من 40 ل 50% نساء وشباب. زائد شباب يبقى بتاع 70% كمان. هدول ليه ما نمشيكمش في التخطيط في الاداره في التفعيل الى اخره الى اخره. وده انا بتكلم عليه. يبقى واحنا بنبني التنميه المستدامه اهم عقبه امامنا هي الفساد. واول فساد فساد النفس. ونفس لما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد كده هو فساد ذات البين. انها الحالقه اللي تحلق لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الراجل ده شوف بيعمل كذا كذا كذا. الغل والغرور والظلم والحقد. ها؟ ده لازم الشاب. انها الحالقه التي تحلق الدين تحلق الشعر. تحلق الدين. فساد ودي حاجه تفيدك جدا. فساد النفس وفساد ذات البين. انا اللي بعمله. بس انا مش فاضي بقى عشان اذكر نفسي، انا عايز اطلع ايه؟ اطلع لاخد الصوره او اللقطه. طب انا اللي في الاول كده وشايفين انا اللي عملت ده. انت عملتها لوحدك؟ معايا؟ وهكذا. فلابد واحنا بننظر للتنميه المستدامه ننظر لعوامل الفساد واسباب الفساد وكيف نحارب الفساد. والفساد فقط مش في المال، قد يكون في الاخلاق، قد يكون في القيم، قد يكون في اي شيء. سوء الاداره فساد. سوء الاداره فساد. يعني لما اجيب مدير يعني سيء في الاداره ده فساد. كنت بتكلم انا مع احد الناس امس يعني هو امس في جلسه من الجلسات فبيقول لي كنا قاعدين في اجتماع وبعد كده هو كان معترض على راي الحكومه المحليه في اداره ملف معين وترك الجلسه معترضا. وطبعا بنرجع للتوقيت يا عم الحكومه هو دي اللي من حالك الرخصه وسواء هم اخطاوا او اصابوا من حقك انك يعني تختلف معهم مش من حقك انك تعترض تعمل مظاهره. خلاص؟ ده فساد في الاداره. ما عرفش يدير نفسه وهو مختلف مع الحكومه. اللي حصل الحكومه طلعت قرار واستولى على كل المؤسسات بتاعته والاموال وايه وفك شغل. انت ما قدرتش بقدرتك وحلمك وادارتك انك تتعامل مع قرار مش على هواك. هل كل قرار انت بتعمله يكون مفيد 100%؟ في قرارات صح وقرارات ايه؟ خطا. هل كل قرار الحكومه صح كانها قران نزل؟ لا.
اجتهادات. وما الحكومة إلا مجموعة من البشر، وما الجمعيات إلا مجموعة من البشر، صح ولا لا؟ وده الفساد بالنسبة للدولة. أي أسئلة ثانية يا شباب؟ الحقونا يا ناس، الساعة عندنا واحدة الناس ما بتردش. تعالى خلاص، ده آخر محفز قبل الفطور. هل تصدقون فاتحين الشهية؟ خصوص الفساد في المعسكرات الشرقية للاجئين السودانيين في شرق البلاد في بداية الألفينات، كنا في معسكر قريب من مدينة تسمى إيرين، معسكر تلو وإيرجيمين، يقتلوا أكثر من تقريبا 20-30 ألف نسمة. فقدمت منظمة كير تقريب بكون هذا المعسكر فيه أكثر من 200 مولود جديد في داخل المخيم، بينما نسبة الرجال لا تصل 20%، ونسبة النساء كانت أكثر من 50%. فمسؤولة كير تتساءل من أين جاء هؤلاء الموالد الجدد؟ فرد عليها محافظ المدينة: هؤلاء أبناء العاملين في مجال الإغاثة عندكم. ايوه، يعني ايه عميل؟ الذين يعملون في مجال الاغاثه هؤلاء الاطفال الشدد الذين لا ابا لهم، يعني العاملين زادوا بالنساء هكذا يقول. قول كده وضح. ايوه وضح هكذا يقول. انت قول فالحسائر منظمه اللاجئين المفوضيه الساميه للاجئين قالت يمنحون هؤلاء الاطفال شهاده ميلاد. فيترد المحافظ قال هؤلاء ليسوا بمواطنين، أمم المتحدة تؤتيهم جواز للاجئ ولكن ليس شهادة ميلاد لأنه أنا لا أعترف به. فبالتالي حدثت مشكلة فيما بين المنظمات والحكومة الذي يمثلها المحافظ، وانفض الاجتماع ولم يصلوا إلى حل. هذا واحد. الشيء الثاني، ممثل حسار قال نحن لدينا ميزانية، هذه الميزانية غالبا ما تأتينا من الدول العربية. نعم. لكن 80% تمشي إداريات، حوافز، وقود، هكذا، رواتب. 20% فقط تأتي على شكل مباشر للمستفيد. بين المستفيد الأخير وبين في أمان، هؤلاء الأمان أين يأخذون منها؟ عندما تصل للمستفيد الأخير لا تساوي شيء. هذا يعني يتجسد مدى الفساد او تنطبق به نظريه السياحه في الكوادس. سياحه الكوادس. شكرا. طبعا اخونا اتكلم عن قضيتين مهمتين جدا، اللي هو ضعف المراه وسلطه العامل. ضعف المراه المحتاجه وسلطه العامل. وده حدث عندكم في امر هنا، حدث في اماكن ثانيه كتير جدا برضك، ضعف المراه وسلطه العامل. ده طبعا نرجع للقاعده الاساسيه، سواء كان هؤلاء الناس يعملوا داخل مؤسسات مجتمع مدني مسلمه او غير مسلمه او داخل مؤسسات الامم المتحده. دي طبعا جريمه كبرى. دي ملاحظه. مصاريف الاداريه شائكه. لذلك هدفنا يا شباب ان احنا نطلع كفاءات وطنيه. كفاءات وطنية تستطيع انها تمنع او تقلل عدد العاملين اللي هم جايين من الخارج. بمعنى ايه؟ اديكم مثال ثاني. في تركيا المرتبات بسيطة. بالليرة التركية. 3000 ليرة، 4000 ليرة، 5000 ليرة في الشهر. ده يعملك يعني مدير مؤسسة. دول يساوي ايه حالي؟ 1000 دولار. المؤسسة الدولية الكبرى هتجيب ناس جايين من بره. بنسميهم ايه؟ الاكسبات. في منهم من بره ومنهم من جوه. فبيعين كل من لا كل عمان هو على المشروع اكسبات. فبدل ما ياخد رئيس المؤسسه 1000 دولار في الشهر، اصبح الموظف الصغير داخل المؤسسه لانه اكسبات بياخد 1000 دولار في الشهر. اما مدير المشروع 3-4000 دولار، مش كبيره. وده اللي بيخلي الناس او
مستقبلك يحصل خلل. انت كمواطن محلي ممكن تعيش ما اعرفش يعني مواطن من قد يعني كم بالفرنك بالنسبه لل 500 لا بس بالفرنك في 300 تقريبا $500 $250,000 فرنك يعني هو بالكثير او $500 أيوه. لكن لو حجبني انا من بره هي $500 ده تذكره الطياره ده. فلذلك احنا اصبح فرض عين علينا ان نرفع كفاءه الوطني المحلي علشان اقلل المصاريف اللي بتتكلم انت عنها دي. يكون امراه او رجل بيتكلم انجليزي لان اللغه الفرنسيه هي لغه في الفرنكفون فقط. والجماعه اللي جايين من فرنسا دول اقول لهم بيتكلموا في المؤسسات في المؤتمرات الدوليه بالانجليزي يعني ما بتعرفش يعني الانجلوفون هي انجلوفون معذره يعني انت بتشوف قوه الانجلوفون على قوه الفرنكفون هتلاقي الفرنكفون في فقط اللي هو منتج سان فرانتير مش كده برضك؟ الانجلوفون في كيف؟ نضيف ولا نضيف؟ لازم من حقك مقاله الدكتور من فاخ انا اضيف تاكيدا انا لما قاله الدكتور انا عملت المتواضع الانساني في شركه في نفس المنطقه التي اشار اليها الاستاذ. كان معنا سائق سيارات هي سائق للمنظمات يعمل تبع منظمات تبع تكاليف المستوطنين العامل سائق هي منظمات عالميه زي منظمه جي ار اس جي جي تريبيزي سيرفيس. فالسائق والله يبنتي فيه يقول لنا ان لديه 7 أبناء في عده مخيمات. طبعا نحن نمشي في المخيمين في مخيم اسمه تنونو وفي مخيم اسمه ميلين طبعا الاستاذ يمكن يعرفوا اكثر مخيمات في جريدا زوجته لا عنده 7 أبناء يعني ابناء حرام سبعه غير شرعيين ابناء غير شرعيين. هو يقول انه 7 أبناء ويقول ذلك بملئ فيه يعتسب نعم يعني يدمع الكلام يعني الكلام سبحان الله يعني من الخلط والفساد الاخلاقي كبير. رجع مره اخرى يعني الامر اللي بنتكلم فيه كان مصريف اداريه او كان سلطان السلطه على ضعفاء المسلمات او ضعفاء اللي هم المهاجرات بس فقط المسلمات اللي هم النساء ضعاف النساء او الاطفال. في ناس بتقول لك انا هعمل ممارسه جنسيه مع اطفال وهكذا وده حاسم لعدم وجود الرقابه والفساد. طيب احنا دلوقتي خلاص خلصنا اقول لهم السلام عليكم جزاكم الله خير يا شباب والفضول دلوقتي الساعه كام عندكم؟ الساعه قبل 12 استريكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك فيكم ان شاء الله في الاستراحه هنا في القاعه في استراحه ان شاء الله تستريحوا قليلا جدا الجو ثم ناتي بالزاده ان شاء الله فائده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته. احنا بنتكلم دلوقتي عن الجزء الثاني من الدورة في مواجهة الطوارئ وتخطيط المستقبل والتنمية في السودان. هل احنا متفقين على معنى كلمة طوارئ يعني ايه؟ طوارئ، ما معنى كلمة طوارئ؟ يعني فجأة هذه بتاعته فجأة. طيب، هل في طوارئ مستمرة؟ هل في طوارئ مستمرة؟ ها؟ هل في عندنا طوارئ مستمرة؟ لا. لماذا؟ في طوارئ تأخذ مدى طويل. طيب دعوني أديك بعض الأمثلة. في الصومال كل سنتين أو 3 سنين في جفاف. لأن السبب موجود. السبب موجود. واحنا لا نعالج السبب. في غزة كل 6 أشهر في طوارئ. في مصادمات وفي أعمال عسكرية.
ولا يستطيع اهل البلد انهم يعملوا اي شيء دموي، ودايما هم عايشين على الطوارئ المتجدده، على الطوارئ المتجدده. فاي منطقه فيها تصحر وجفاف زي ما الصومال بيحصل فيها سيول، ويحصل فيها السيول دي كلها والفيضانات اللي بتكون طوارئ. واحنا نعلم ان هذا سيحدث، نحن نعلم ان هذا سيحدث. في طوارئ مثلا في سوريا دلوقتي بقاله 8 سنين، كل ما يستقر الامن شويه في قذف بالطائرات الى اخره والبراميل الى اخره وتتجدد. وكل ما يجي الشعب يخرج او النازحين او اللاجئين يخرجوا من مرحله اللي هو الطوارئ لمرحله التاهيل والبناء يحصل عندهم نزوح اخر. في اليمن كذلك مشكله بقالها 4 سنين او 5 سنين اللي هو الاعمال العسكريه واللي هو اللي حصل هناك، فدايما الطوارئ هناك متجدده بالنزوح وقله الموارد اللي هم بيستفيدوا منها. فالطوارئ معناها شيء طارئ صح، لكن في شيء طارئ كل سنه متجدد لكن بتبقى مشكله مزمنه طارئه، مشكله طارئه مزمنه او مشكله مزمنه طارئه. مشكله الحاجات دي كلها بنقسمها لاكثر من منهج، اما ان هو ماشي مع التغير المناخي تصحر وكفاف، فاحنا نعلم المانح كيف لا نحفر الابار، كيف نبني السدود، كيف نعمل اللي هو اللي هي الخزانات المياه اللي بنسميها ريزرفوار الكبيره دي كلها، اللي بنسموها حفاير ولا بنسموها حفيره ولا بنسموها ايه؟ حفاير كبيره، عشان توقف اهدار المياه في المحيطات والبحار وتساعد على ارتفاع مخزون المياه داخل الدوله. في المناطق اللي فيها الجفاف تساعد المواطنين على التشجير، لان احنا بنتكلم لما بدات بحيره تشاد تجف بدات من سنه 62 لما الفلاح او راعي الغنم ما كانش عنده الوعي الكافي على انت على مستوى الفرد، على انه هو قطع الاشجار. الامازون لما اتكلمنا عن ان بعض الناس اللي حرقوا الغابات علشان يستثمروا في هذه المناطق الى اخره، فدي اشياء بعد التغير المناخي يعمل كوارث بيئيه وطبيعيه كل سنه ولا كل سنتين. فلابد نضع واحنا بنعالج الطوارئ بتاعت السيول والفيضانات نعالج سبب السيول والفيضانات. وده كيف نعمل حاجات زي كده؟ العمل الاغاثي اللي هو بتاع النازحين واللاجئين ده بنسميه فزع. فزع مش كفايه. الفزع ليست كافيه. لان اتكلمت في قبل الاستراحه اتكلمت على فساد اخلاق العاملين في العمل الاغاثي وعدد الاطفال الذين ولدوا في احد مخيمات دارفور في شرق تشاد. ليه؟ وجه منتهى الصراحه قالوا ان حسب من كذا 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 الى اخره. وليس لهم نسب. كان عن فساد اللي هو الاخلاقي. فالطوارئ اهم شيء في الطوارئ انها تربي كوادر. تربي كوادر تستطيع ان تتعامل مع الطوارئ. والكوادر دول اما يكونوا من الشباب، وانا احبذ الشباب، ان اغلب النازحين واللاجئين الذين ياتون هم نساء واطفال. غالبيتهم نساء واطفال. كي نتحاشى قضايا العلاقات الجنسيه اللي تحصل بين عاملين دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأمر الثاني إن احنا زي ما كان أخونا بيتكلم في معايير السفير، فين هو الأخ؟ تعالى. عباس. يا عباس. علمنا إيه سفير عشان نقول للشباب دول أو تعملوا دورة عن معايير السفير. يعني معايير قولها ثاني كده عشان يبقى جزء من الإجابة على اللي هو الطوارئ عندنا. كده. بالنسبه لمعايير السفير ذكرنا قبل قليل انه هناك مبادئ يقوم عليها عمل الانسان، من بين هذه المبادئ انه حق الانسان في الحياه بكرامه. ده اول حاجه. نعم.
ليه؟ هذا واحد. ايضا من مبادئ سفير انه لا يكون هناك تمييز للمتضررين من الكوارث ومن الازمات لا على اساس دين ولا على اساس عرق، بل انما هو طالما هو في حاله حوجه انسانيه نحن نقدر له هذه الحوجه الانسانيه. الا تضيف المساعده الانسانيه الى مزيد من المعاناه، يعني مثلا احنا عندنا 1000 انسان متاثر بكارثه سواء كانت حريق او حروب او غيره، ممكن اجيب مساعده تكفي فقط ل10 اشخاص او 20 اشخاص. تدافع هؤلاء 100 والألف قد تسبب وفاة، قد تسبب إصابات، بمعنى أن المعاونة الإنسانية التي جبتها تسببت في مزيد من المعاناة للإنسان. بالإضافة إلى هذه المعايير النزاهة والشفافية التي تكلمنا عنها البيت ولا يستغل العمل الإنساني في أعمال أخرى. بعد كده في معايير الدنيا يجب توفرها في ما يتعلق بالمستوطنات مثل الكوارث، المآمن والتغذية والأمن وتوفير المناطق الغذائية، إضافة إلى ذلك معايير متعلقة بجانب الصحة والمياه والنظافة، يعني تقريبا 4 معايير. دنيا تعارف عليها المنظمات الإنسانية بأنها تجب توفيرها مثلا المآمن لازم تكون بعيدة مثلا كذا من الأماكن المتأثرة بالحروب أو بعيدة مثلا عن دورات المياه كذا، يعني معايير كثيرة لمن يريد ممكن هي أكثر من 100 وكم كتاب صفحة التفاصيل. احنا اتكلمنا في إدارة الطوارئ في معايير جديدة اسمها معايير إسفير، وده من حقك يا أخ عباس لو كانت عندك سوفت كوبي ووزعها على كل المشاركين سواء كان بالعربي أو الفرنساوي. أكيد موجودة بالفرنساوي. لا، إحنا بنتكلم بالأردن. العربي. إذا في لغتين. عربي وفرنسي. سيبك من الإنجليزي. فحضرتك ابعت لهم معايير سفير العربي والفرنسي. دي هتعلمنا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. أهم سفير يا شباب التنسيق. التنسيق. التنسيق في الكوارث كبيرة من الكبائر سنجعلها أو سنفعلها أسوأ من الزنا والقتل والخمر والسرقة. التنسيق. التنسيق أول مجلس تنسيق للمسلمين اتعمل كان في أيام حرب أفغانستان في السبعينات، كان ناجح، وبعدين تكرر هذا المجلس في مكان تاني في البوسنة كان ناجح جدا، بعدين تكرر في ألبانيا بعد كده، بعدين توقف. حينما يتوقف التنسيق تعرف تعلم أن كمية المال المهدر غير عادية، تعلم أن ما فيش رؤية عند المؤسسات. لذلك الأمم المتحدة متى أنشأت اليو إن أوتشا يا أخ عباس؟ اليو إن أوتشا أوتشا متى؟ أوتشا اه سنة كام عن شعوبها؟ علي حد عارف؟ يعني على اقل كنت اقل من 40 سنة. ليه؟ لان حسوا ان في اموال مهدرة كثيرة جدا جدا. في بريطانيا كذلك عندهم مجلس اسمه اللجنة الدولية للطوارئ، ساعة الكوارث اللجنة الدولية للطوارئ اسمها DEC، دي بتعلن النداء العام للبلد كله. قضية السونامي جمع حوالي 400 وحاجة مليون في حوالي اسبوعين. بتوزع على اللي هو الجمعيات، لكن في تنسيق من الجمعيات في أماكن الحاجة. فالتنسيق مع سفير مهم جدا. التدريب زي ما اتكلمنا عنه مهم جدا. من غير تنسيق اعلموا ان هيكون في فجوات كبيره جدا 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 في اماكن مختلفه. ومن الفجوات دي هيحصل فيه نزاعات وصراعات. وهتنمو فيها افكار غريبه. وهتنمو فيها تطرف الجسد للارهاب. لان المنطقه دي بيصلها والمنطقه دي لا يصلها. وتذهب اليها
الجماعات ذات الآراء والأفكار الغريبة لتغذي أفمخ الشباب عسكري. والتنسيق تنسيق التنسيق. بعد التنسيق بقى شراكة. شراكة ما بين المجتمع الدولي والمجتمع المحلي. خليني أرسم لكم حاجة أنا عملتها في نيجيريا. كنت المحاضرة دي أنا كنت اديتها للام اس اف اللي هي ميدلاند سان فرونتير في لندن أكثر من 10 إلى 10 سنين. من 10 سنين تقريباً أو العلاقة بين المؤسسات الدولية وبين المؤسسات المحلية بنسميها بالإنجليزي يعني بنتكلم إنجليزي. أسف أنا مش فاهم فوني. دي المؤسسات الدولية. دي المؤسسات المحلية. دي الشراكة. يعني إيه فرق؟ فرق بالفرنساوي يعني إيه؟ ده. بريس. إنه إيه؟ بريس بالفرنساوي. الده الده. بالنسبة لنا ممكن تكون رجل التخين أو الدهن نفسه. فات يعني فن. فن الفن يعني فن هو الفن اللي هو الدعم. أدفوكاسي أدفوكات عارفين أدفوكات بالفرنساوي أبوكاتو أدفوكاتو محامي يعني إيه؟ مرافق او محامي افوكا اهو مش هو ده وبعدين تريننج تدريب فورماسيون فورماسيون يعني فعل يعني المؤسسه الدوليه يا حفصه سامعاني يا حفصه هركز عليك لان انت ب 40 راجل 45 واخد بالك؟ انت كمؤسسة دولية عليك انت تجيب الفلوس وتبقى ادفوكات لي انا وتعمل لي فورماسيون اللي هو الاتريني. ثلاثة مهام. دي ثلاث مهام. واضح مهمتك ايه؟ معروفة. الفلوس الدفاع وبعدين اللي هو التدريب. اللي هي ايه؟ الفلوس شراكتك كده يعني عايزين منك كده بس كمؤسسه دوليه. انا بقى مؤسسه محليه اعمل ايه؟ يعني ايه كس بالفرنساوي؟ كس قبله. بالفرنساوي. امبراس. بس الارض ده ايه كسه خلاص. الكاف هنا عارفين نولج؟ نولج بالفرنساوي؟ ايوه. معرفه. معرفة. الاي انوفيشن اللي هو الايه؟ الابداع، الابداع الفرنساوي. انوفيشن. انوفيشن. المستدام يعني ايه بالفرنساوي؟ ديرابل. ديرابل. ها؟ ديرابل. سستنبل. بعدين سوليوشن يعني ايه بالفرنساوي؟ حل. سوليوشن. رايت؟ يبقى احنا دلوقتي الشراكه ازاي؟ اللي احنا نقولها انتوا دوركم كذا واحنا دورنا كذا. بين المجتمع الدولي وبين المجتمع المحلي
خاصة ان انت قلت مصر اوكس فام سيرت تشيلدرن كذا انترناشونال كذا كذا كذا. انتم عندكم قدرة لجمع المال بالمليارات. وعندكم قدرة للدفاع عننا. وعندكم قدرة على تدريبنا، جزاكم الله خير. احنا كمؤسسات محلية عندنا القدرة، عندنا المعرفة. معرفة ان احنا اصحاب الارض. وعندنا الابداع ان احنا عايشين في المشكلة دي كل يوم. وعندنا الحل المستدام. ونقعد مع بعض على الطاولة شركاء متساويين. أنا خبرتي وإبداعي وعملي يساوي قدراتك على جمع المال. ده يكون مع مؤسسات دولية غربية أو غير غربية. وده لن يحدث إلا إذا أنتم عملتوا كتل وجلستم مع هذه المؤسسات وقلت لهم هذه هي سياستنا. إن لم تعملوا كتل خلاص وهتجروا ارمات خلاص مش هتقدروا تعملوا اي تغيير. وهتملأ عليكم شروط قد لا تستطيعوا انكم ايه تحققوها. فدي العلاقه اللي كتبتها. الفعل والكيس. يعني زي ما بنقول بالعربي يا جاري يا بخي معانا يا اخت حفصه ها يا جاري يا بخي ها يا سيدي كلف انا عايز اتغدى النهارده بتاع ده حمام تاكل حمام يوكل يوكل مفيش حمام يعني موجود تاكلوه؟ ايوه يعني مفيش حمام عايز اكل حمام مع فراخ مع بط مع وز مع خروف كل ده يقول لك حاضر يا سيدي مش كده انت يعني يا حفصه هات الفلوس انت عايز تاكل يا سيدي انا هطبخ لك كل حاجه هعمل لك كل حاجه زي الفل بس فين الفلوس؟ من غير فلوسي من غير فلوسك مش عارف ابدا. بالك؟ ودي العلاقه اللي احنا نعملها وهنأسس لها اطر باللي هي بناء المنتديات والشبكات للتنسيق والتأهيل والتكوين. ده اللي هو النقطه اللي احنا بنتكلم عنها دي في اللي هو الشركات. واصبح في الشركات لو قعدنا وعملنا خريطه اسم كده خريطة للشركة مثلا هذه الشركة اهي هذه الشركة مجموعة من المحافظات صح؟ احنا قاعدين هنا كمؤسسات مع بعض انجمين. المشكله اللي حصلت حصلت هنا. او حصلت هنا. او حصلت هنا. او حصلت هنا. خلاص؟ واحنا قاعدين شايفين خريطه شاد نقول يا اخوانا مين شغال في المنطقه دي مننا احنا؟ ومين شغال في المنطقة دي منا نحن؟ نمرة واحد. لا نبحث عن من يعمل في هذه المحافظة من أعضاء مجلس التنسيق بتاعنا. خلاص؟ طلع خمسة من 50. الخمسة دول احنا عايزين نشتغل هناك مية أو أطفال أيتام أو نبني مخيمات. مين من الخمسة شغال في المية؟ أو شغال في الزراعة؟ أو شغال في التعليم؟ أي حاجة. هتقول والله في واحده كذا يبقى باقي 45 جمعيه ما بيروحوش هناك وما بيثقوا بالخمسه اللي موجودين هنا وبيعززوهم ويقوموهم ويدوهم المال عشان يفيدوا عن ايه؟ بالنيابه عنهم. ده التنسيق. التنسيق مش بنقدر نشتغل هناك لا. التنسيق نقوي الجمعيات اللي هناك. التنسيق نقوي الجمعيات دي. خلاص؟ ده هو ده أول شيء في التنسيق. واضح؟ واضح. يعني احنا 50 جمعية هنا في مجلس التنسيق. في خمسة شغالين هنا هو مش معنى كده 45 يروحوا يشتغلوا، لا 45 يدوا الخمسة. يكون في قوة. هيقوهم ولو احتاجوا الخمسة دول لدعم في التأهيل والحاجات دي كلها يقولوا ال 50 أنا محتاجين الجمعية دي تساعدني. قد يكون الخمس جمعيات دول
فيهاش جمعية متأهل. في أحد الجمعيات هنا قوية يذهب لتأهيل الجمعيات وهكذا. ده التنسيق مع المؤسسات الوطنية في مجلس التنسيق. التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة في مجالس التنسيق أوتشا إلى آخره. في دبليو إف بي عنده برنامج، في اليو إن إس آر عندها برنامج، في اليونيسيف عندها برنامج وهكذا. لكن نحضر المجالس دي، نحضرها نحضرها، من حقك انك تحضرها اقل شيء عشان تعرف وتتعلم. شو انك تاخد فلوس؟ طب انا مؤسسه وطنيه عايز احضر، ما اقدرش يمنعك. محدش عنده القدره على منع اي مؤسسه وطنيه انها تحضر مجالس التنسيق بتاعت الامم المتحده. حتى لو انت مش هيك مش تاخد فلوس. دي نبقى اثنين، يبقى الحكومه بس الامم المتحده، المؤسسات الدوليه اللي موجوده هنا عاملين مجلس تنسيق اليوم منفرد نحضرها لانه عايز نتعلم منه. يعني شوف الايه؟ التنسيق ازاي ما بين المؤسسات المحليه، بيننا وبين الحكومه، بيننا وبين الامم المتحده، بيننا وبين المؤسسات الدوليه اللي جايه من بره. في حاجات تانية في الوطن عندنا، طوارئ بالذات، إعلام. نروح للإعلام. في رجال كبار رجال الأعمال عندنا. وهكذا. عشان ساعة الطوارئ الفترة دي بالذات بنحتاج إننا في الكاتب جهود ما بين كل نواحي مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة. واضح؟ برضه دلوقتي أنا بتكلم في دلوقتي عشان الطوارئ مستمرة مع التنسيق. لابد التنسيق ان يؤسس له مجلس. واحط شروط انا في التنسيق. اعضاء المجلس هم اعضاء المؤسسات. خلاص؟ لكن رئيس المجلس عشان لا يميل بالمجلس الى مؤسسه معينه. رئيس المجلس يكون شخصيه مستقله. انت مختارينها من خارج اعضاء المجلس. واضح؟ يعني مثلا ال اللي هو المكان هنا اسمه ايه؟ المنظمة الإسلامية للدعوة. منظمة الدعوة الإسلامية. منظمة الدعوة. منظمة الدعوة الإسلامية والمنظمة الإسلامية للدعوة، دول أعضاء. ما يبقوش رؤساء، ما يبقوش رؤساء. نجيب شخصية اعتبارية ملهاش عضوية في أي جمعية ترأس المجلس. أولها تاني وعايز أقول لك بالفرنساوي. يكون رئيس المجلس شخصية لا تنتمي لأي جمعية من جمعيات المجلس. شخصية اعتبارية معروفة عندها حرفية ومهنية ملهاش دعوة إيه بعضوية المجلس. برضه الفرنساوي. طب أنا فاهم كويس. هي مفهومة دكتور. خلاص خلاص؟ يعني ما ينفعش اخونا الدكتور حجار يكون عضو في المجلس ويكون رئيس المجلس. يعني ده مش مجلس اداره جمعيه، ده مجلس اداره تنسيق. على مستوى وطني. على مستوى وطني. وما ينفعش اي جمعيه من الجمعيات يكون رئيسها ورئيس المجلس. ده اختاروا كده من المجلس شخصيه قديمه كبيره في السن، قانونيه، حقوقيه، انسانيه، اجتماعيه، هي اللي ترأس المجلس ويجتمع عليها المجلس كله. عشان يوصف بالحياديه. دي نمره واحد. نمره اثنين يكون في جزء من اعضاء المجلس اداره المجلس ده تنسيقي مش من اعضاء المجلس. يعني ندي مثلا كده اهو. قلنا احنا مثلا مجلس الاداره سوري اعضاء المجلس 100. مجلس اداره 21. الرئيس مستقل زائد 4 مستقلين. فانت عندك 5 من 21 حوالي 25% مستقلين. ممكن تجيبهم من الاعلام، الاقتصاد، الحقوق، الحسابات الى اخره. بيوزنوا الكفه. ده معمول في الدي سي من سنه 50 ومعمول ايضا سوري من سنه 60 معمول ايضا في دول المنتدى الاسلامي الخيري. فده بالنسبه لايه؟ التنسيق ده جزء مهم جدا 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 بالنسبه لايه؟ للتنسيق اثناء الكوارث وخارج الكوارث.
بالنسبة للتخطيط، مش هندي محاضرة في التخطيطات. التخطيط يبدأ من الفكرة، خطوات تنفيذ الفكرة شكلها ايه، خطوات تنفيذ المشروع شكلها ايه. هل احنا هنتكلم مع تغير المناخي والتصحر والجفاف، يبقى احنا عايزين مع البرامج لمدة 20-30 سنة، او هل احنا بنتكلم عن نزوح النهاردة حصل بعد نوع 6 اشهر او سنة او سنتين، ده حاجة تانية. هل احنا بنتكلم عن مشكلة فقر، مشكلة جهل عايز نعديه، مشكلة صحة. فكل شيء لابد يعمل له ناس، جزء منهم لابد يكونوا مستشارين، هم الاخصائيين. انا هتعلم في التعليم، اجيب ناس متخصصين في التعليم وانواع التعليم المختلفه. انا هتكلم في التنميه، اجيب ناس متخصصين في التنميه وانواع مختلفه للتنميه. انا هتكلم في الزراعه، اجيب زراعيين. هتكلم في المياه، اجيب ناس اخصائيين هم مهندسين ري ومياه. مش انا اللي اقعد اخطط كده ابقى مخ لوحدي، ما ينفعش. انا هعمل مخيمات، اجيب ناس متخصصه في بناء المخيمات، ناس متخصصه في اداره المخيمات، ده اسمه التخطيط. انا لما باجي اتجوز بخطط، صح ولا غلط؟ صح. بخطط تخطيط استراتيجي، والله انا عايز واحده تكون متعلمه، ادي نمره واحد، تكون متدينه، ادي نمره اثنين، تكون اخلاقها كويسه، ادي نمره. وكذلك المراه يكون عندها دخل كويس وانا عندي دخل كويس، يكون من عيله كويس. انا بخطط انا هتجوز مين. وبعدين لما بتجوز وتخلف، انا اولادي هعلمهم ايه؟ ده تخطيط استراتيجي، من ليله الدخله لغايه البنت او الراجل ما يخش الجامعه. انت لما بتروح تعمل شوبينج، او ده شوبينج يعني تسوق، تسوق، بتروح على نفس المول الكبير، هي عارفه 50 حته، ده الحته دي كذا، والجبنة والزيتون والحلاوة واللحمة وكذا 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 وكذا. فتلاقي زوجتي لما تخرج معايا عارفة تجيب اللحمة منين، وتجيب الفراخ منين، وتجيب الخضار منين، وتجيب الفاكهة منين. ده تخطيط، خلاص عملنا خريطة التخطيط. ذكرنا احنا بنعمل التخطيط ده في حياتنا العادية، مش عارف نعمل في مؤسسات. ابنك عايز تطلعه دكتور أو مهندس أو راجل أعمال أو امرأة أعمال، لازم تبني له الطريق، تبني له على الطريق. ده تخطيط. تخطيط ولا لا؟ تخطيط. انا عايز اسافر من هنا للندن، همشي؟ ممكن، بس في بحر بعد كده. فانا كنت اشوف وسائل مشي، عايز اطلع مثلا من تبستي لغايه بحيره تشاد، اروح ازاي؟ اروح بالطياره، اروح بالعربيه، اروح امشي، اروح على الحصانه والخيول وعلى كذا وعلى الابل. في زمان كانوا بيمشوا على الابل، صح؟ على رجليهم. دلوقتي في الطيارات. ده تخطيط امكانيات. طب انا عايز اوصل في منطقه شرق تشاد اللي فيها لاجئين من دارفور، وانا جاي من ايه؟ من غرب تشاد. في خلال اسبوع ما عنديش امكانيات العربيه، همشيها؟ لازم يكون عندي وسائل تواصل مع هؤلاء الناس عشان اوصل لهم. يعني في كارثه، لو في كارثه طب انا ليه باجر طياره؟ يعني لما نتكلم عن في بعض المناطق ما اعرفش هنا هو في تشاد ولا في نيجيريا، بس ده في اسقاط جوي في بعض المناطق، صح؟ ده مكلف جدا. الاخوه اللي كانوا بيتكلموا عن المصاريف الاداريه، انت مكلف جدا، ممكن 80%، لان انت عندك جيوب من البشر عايشين في اماكن ما وصلهاش حد، فبتضطرك تلاقيهم ايه؟ حاجه ايه؟ تغيثهم طياره وبتنزل لك 20-30 طن وخلاص. فالطن بدل ما تكلف 200 دولار في الطياره بتكلف مثلا 1000 دولار. وده تخطيط، لان في حاجه ملحه. فعلى حسب الحاجه المكان الموقع الاستراتيجي وامكانياتك ونوعيه البشر اللي معاك، ها؟ هتبتدي تخطط علشان تتفاعل معاك. مثلا في اسمك دي في ايطاليا دلوقتي في بركان تفجر، خلاص الناس هناك متعلمين وكذا وكذا وكذا، مش هعملهم بنفس الطريقه. انا مش مع اللاجئين، لاجئين في افريقيا، صح؟ كلهم عندهم عربيات وفي طيارات، مش هيبقى في طيارات عشان الضباب بتاع اللي هو البركان الجو ده الى اخره، واخد بالك؟ مش هيبقى كله ماشي بالعربيات، واخد بالك؟ فكل امور التخطيط دي ما هياش جديد عليك، ما احنا بنعملها كل يوم.
لكن لما نقعد مع بعض كمجموعه في مجلس تنسيقي هنعرف نخطط ازاي نستجيب للكارثه دي او الكارثه دي او الكارثه دي او الكارثه دي. ولازم نشرك معانا المجتمع المحلي، لازم نشرك معانا المجتمع المحلي، لازم نشرك معانا المجتمع المحلي. واضح؟ من غير اشراك المجتمع المحلي احنا ايه؟ فتوش. لازم، لان انا قلت في قبل كده اللي هو الفات والكس والدين متساويين. ده بالنسبه للتخطيط. احنا اتكلمنا على مستقبل التنميه المستدامه. لن يكون في تنميه مستدامه في وجود فساد. على الاطلاق. مفيش دوله في العالم ما فيهاش فساد. مهما عظمت وكانت من اعظم الدول الديمقراطيه، لان الفساد يكون نسبي. في بعض الدول 100% و 90% و 80%، بعض الدول بتوصل ل 5% او 10%. بعض الدول بتعمل قوانين لمحاربه الفساد وقوانين لمحاربه الجريمه، وبعض الدول بتتغاضى. فبيصبح كل مواطن فاسد وكل موظف حكومي فاسد. وخدها قاعدة مني، لا يوجد مستدامة تنمية مستدامة في ظل الفساد. لا يوجد تنمية مستدامة في غياب مجتمع مدني وغياب مؤسسات مجتمع مدني. أبدا. لأن الذي سيقوم بالتنمية المستدامة هي مؤسسات المجتمع المدني المحلية. المحلية المحلية. شئنا أم أبينا. كل الجماعة الغربيين دول والشرقيين اللي جايين من بره فلوسهم هيتنطنوا سنه وسنتين ويمشوا، وانا حاليا اقعد مع البلوه في البلد بتاعتي. فشرط اول منكم كجمعيات واتلافات انكم تفرضوا عليهم تاهيلنا احنا هنا لكي لا نعتمد على المنح الاجنبي في المجتمع. ده شرط. شرط دخول الصلاه التكبير مش كده؟ ولا الوضوء؟ التكبير. التكبير ليه؟ لأن الوضوء ممكن يتم صح؟ لكن التكبير ما ينفعش. كده ولا لا؟ ولا ناحية طيب. من غير تكبير ما بتخش في الصلاة. لكن بعدم الوضوء ممكن تتم صح؟ فلذلك شرط تعامل مع هذه المؤسسات إنك تبنيك أنت. أنا عايز أفهم. عايز أعرف. عايز أبني مجتمعي بعدين أنتوا ما تمشوا. أنتوا هتمشوا هتمشوا. يوم ما هتيجي المعلمه الحكومات الاجنبيه والحكومات الغربيه اللي هم تعالى تمشي كل هيمشي معاها. مين اللي هيفضل؟ انا اللي هفضل. افضل بقى ما اعرفش اشتغل؟ لا. لا او الف لا. فانا من اول يوم عايز انمي كل جمعيه ثلاثه او اربعه او خمسه الجمعيات الدوليه اللي تنميها. عشان ارفع الكفاءات اللي عندي. عشان تسهيل تستديم التنمية. لن تستديم تنمية بركود. عارفين المية لما بتركب بتعمل ايه؟ بتعمل مستنقعات. مش بتعمل بركة، البركة بتكون متحركة. مستنقعات بيكون فيها بقى كل الأمراض اللي بتتكلم عنها في العالم. فالجماعة اللي قاعدين على رأس المؤسسة من فوق دول مش قاعدين يتحلحلوا، دول بيعملوا تحتيهم مستنقعات فيها كل انواع الجراثيم. كل انواع البلاوي. هم اصلا بلوى. لكن هم بيصدروا البلاء بتاعهم لنا. واضحين؟ تتحول المياه الراكده المياه الجاريه الى مياه راكده وتحسن بعد كده. بتصبح مياه آسنة. جنب المياه الآسنة ممكن الانسان يمرض ويمرض. يمرض ويمرض. أنا بس اتكلمت كده في عجالة عن الطوارئ وعن التنمية المستدامة، فأنتوا بالنسبة لكم عايز أكتب فيها أثناء قد إيه الوقت؟ ما زال كم الوقت؟ تلت ساعة. خليها أسئلة؟ لا اللي هم اتفضلوا يلا اسألوا يا شباب. فكتير جدا من الحاجات اللي موجودة هنا أنتوا بتعملوها مش واخدين بالكم. فلابد انتوا ترشفوا وتقننوا وتظبطوا اللي انتوا بتعملوه، حتى لو كنا بتعملوا نص كامل ايه؟ مش محتاجين حد زي حالاتنا يجي من بره يكلمه. خلاص؟ يعني اول سؤال. ثاني سؤال.
هذا السؤال. خامس سؤال، اسمك ايه؟ أمين. ها؟ أمين. والله الشيء الملاحظ يا جماعة، أنا في أفكار الجمعيات والمنظمات المحلية لا توجد عن أهداف للتنمية والسلام، لا أعرف لأنها لا تريد احتكار الحكومة أو ترى أن مشاريع التنمية والسلام هي مشاريع خاصة للحكومة والدولة، وكذلك الدولة لا تحرص على إشراك الجمعيات والمنظمات الوطنية في أهداف ومشاريع التنمية والسلام، بالتالي هناك فجوة. كيف ننظم هذه الفجوة؟ كما نريد أن نسمعها. حاضر. تعالي هنا حفصة. أولاً هم 17 هذه لا تستحقن على مؤسسة أو على حكومة أو على دولة. هذه كل الجمعيات وكل الأفراد. خلاص؟ ولا تستحقن. معايا اخ عباس بن فرناس، فانت بدك تبعت لنا تبعت لنا 17 هدف من اهداف التنميه المستدامه، وخلص 17 هدف، وقبلهم تبعت لنا 8 اهداف بتاع الالفيه الجديده، هم كانوا 8 قبل سنه 2000 صح؟ و17 بعد 2015 صح؟ نعم. ممكن بعد 2030 يبقوا كام؟ 25 ولا 30 ولا 40 مش مشكلة، بس عندنا أهداف وشرح هذه الأهداف تبقى توزع على كل الجمعيات. من حقنا إن إحنا كمجموعة أخ دكتور حجار إن نعمل ورشة فقط لشرح أهداف التنمية المستدامة 17 هدف. ونلزم الأمم المتحدة عندكم أنا دول بوست بروجرام والـ NCR والجماعة دول كلهم إنهم يجوا يعلمونا ايه اهداف التنميه المستدامه وانتم تجمعوا لهم 20 او 30 او 40 جمعيه. ده اصبح اهداف بالنسبه لك ايه؟ مش مطلب، ده اسم ضروره، حق 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 سامع؟ حق. انتوا هنا عندنا تعالوا، طب ايه تبقى ايه اللي هو اهداف التنميه بتاعت الالفيه؟ وبعدين ايه اهداف التنميه المستدامه؟ وتيجوا هنا تعلمونا. لن يستجيبوا لك اذا كان عندك كتله من الجمعيات. خلاص؟ يبقى ده بالنسبه، انت كان سؤالك ايه؟ الفجوه. الفجوه دي هتبلاها انت بعملك. وعدم جعل الحكومه تخاف ان انت ممكن تشتغل في مناطق فيها صراعات وهي خايفه من التطرف والارهاب. بناء جسور الثقه بينك وبين الحكومه. بناء جسور الثقة بينك وبين الحكومة. وبناء جسور الثقة بينك وبين المؤسسات الأممية، لأن برضك المؤسسات الأممية بتبقى خايفة، يقول لك أنا شعرتني الجمعية دي شغالة مع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، معرفش أنا. فكيف نبني الثقة عشان نرجو الفجوة؟ من غير بناء الثقة الفجوة هتكبر. من غير بناء الثقة الفجوة هتكبر. وأنا الذي أسعى إلى بناء الثقة بيني وبين الآخرين. واول الاخرين الجمعيات الاخرى المثيله لي انا الى ان تنتهي بالحكومه والامم المتحده. واضح؟ تفضل. من انت؟ حسبي الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اعتذر بكتاب الذكر والصوت شويه ضمان عن اسم الكريم خمسه قبل الغمر. كلية دعوة اليوم بكتسر كلية الدراسات العليا وماجستير أنا مداخلتي بالنسبة للتنمية المستدامة اللي تركز عليها أختي، يعني أغلبية المؤسسات الآن كما نراها يعني تنقصنا تخطيط، أحيانا نفشل فيها، هذا من جانب جهتنا نحن الأفارقة أو المسلمون، أما التخطيط بالنسبة للغرب بالذات خاصة في برنامج التنصير هم يخططون 1000 خطة على أساس ينجحون، ومع ذلك هم أنفسهم يعترفون بأنهم مهما خططوا لا يستطيعون أن يوصلوا مسلما حقيقيا أو مسلم واحد،
لماذا يعني يفشلون في هذا الجانب؟ هل تخطيطهم ما كان مختصري او السبب في ذلك ماذا؟ وبالنسبه للحالات الطوارئ ام هل هذه تدخل في حالات الطارئه يعني تواجه اثناء مباشره العمل ام ماذا؟ ما بالنسبه لحالات الطوارئ في معايير احنا اول مخيمات عملناها للاجئين كانت مخيمات كوسوفو في البانيا فاحنا ما كانش عندنا خبره خالص جبنا واحد علشان يعمل لنا رسم للمخيم وبين كل خيمه وخيمه كم متر وكل كم خيمه عايزه حمام او مرحاض وازاي يكون في كل خيمه فيها مدرسه فيها مكان اجتماعي وفيها مطبخ وفيها اداره الى اخره فاحنا ما كانش عندنا خبره دي في المخيمات فجبنا هؤلاء الناس عملنا مخيمين كبار رحمكم الله في مدينه اسمها شكودرا في البانيا مش عيب ان انا ما عنديش قدره على ان انا اعمل شيء لكن انا استعين بمنهم خبراء سواء كانوا من العرب من المسلمين من المسيحيين من ايه كل الجنسيات الموجوده كل الاشياء دي بتتكلف إدارة المخيمات مش سهلة لأن كل نازح أو لاجئ دائرة في المخيم هو مشكلة لوحده هو مشكلة هو مشروع لوحده لو كان عندك 10,000 أو 20,000 أنت عندك 20,000 مشكلة كيف تدير 20,000 مشكلة؟ لو متاحة لما تعمل مخيمات بتعمل إيه؟ بتعمل يعني مثلا خدنا مخيم تاني في 2001 و2002 في حتة اسمها شمان في باكستان بعد خروج الإيه؟ اللاجئين من افغانستان. احنا خدنا اداره المخيم فقط. لكن في ناس خدوا الاكل، في ناس خدوا الميه، في ناس خدوا الصحه، في ناس مؤسسات اخرى. يعني مثلا لو احنا قلنا على مجلس التنسيق بتاعنا هنا هو ده. هينشئ المخيم في الحته في جنب شارع السودان اسمها شارع ال كم درفور اسمها ايه؟ فرشانه هيجي هناك مخيم مش جمعيه واحده اللي هتدير كل حاجه في المخيم لا المخيم زي مدينه في ميه في صحه في تعليم في امن بلك في طعام في اداره شؤون اجتماعيه كل الحاجات دي كلها هتلاقي كل محاوله مديريه ليها خيمه ومسؤول الخيمه دي من الجمعيه دي يعني مثلا واحنا في مخيم شمال في 2002 2000 اخر 2001 2002 كنا احنا بندير وبننظم وكل جمعيه من الجمعيات الدوليه لها مسؤوليه في اداره هذه القطاع ده بالنسبه لايه؟ العمل اللي هو الاغاثه اللي احنا بنتكلم عنه لكن هو حتى في العمل الاغاثي فرض عليكي انك تفرضي على الامم المتحده وعلى المؤسسات الدوليه انهم يعلموك لانه حق وليس رجاء لانه حق وليس رجاء ده بالنسبه لايه للاغاثه السؤال الاول بتاعك كان في ايه السؤال الاولاني تخطيط التخطيط بيفشل بره انت فاكره كل خطه بتعمل بتنجح صليت على النبي صلى الله عليه وسلم الذين انجزوا واخذوا جائزه نوبل للسلام خاصه في العلوم او في الرياضيات عملوا كم تجربه يلا قول تجربة واحدة اثنين عملوا بألف تجربة وفشلت التجارب كلها وعملوا تاني هو الفارق ما بيني وبينك ان انت خدتي جائزة نوبل وانا ما خدتهاش ان انت اصريتي على ان الفشل لا يفشلك وانا تعبت بعد 50 مرة قلت خلاص بقى انت فضلت 1500 خدت الدلتا وخدت الجائزة انا ما خدتهاش مش معنى ان احنا بنخطط يبقى كل خطتنا صح لكن لابد نعمل مع الخطه خطه بديله افرض مثلا احنا بنخطط نروح منطقه معينه حصل زلزال في وسط الطريق او حصل حريق في وسط الطريق او حصل فيضان واحنا ماشيين كثافه طبيعيه او حصل اللي هو اعصار يبقى اهم شيء في الموضوع ده قبل ما اوصل للمنطقه اللي فيها اعصار ان انا احافظ عن الموظفين بتوعي اللي رايحين هناك ولا كلهم هيموتوا صح؟
فانا قلت انت بتخططي يا اخت حفصه تحطي خطه الف وخطه ب وخطه ج. مفيش حاجه اسمها خطه واحده تنفع على كل شيء. الخطه اللي تنفع هنا في الشرق مش هي نفسها اللي هتنفع في الغرب، مش هي نفسها هتنفع في الجنوب او في الشمال، لان في ثقافات مختلفه لقبائل مختلفه عايشه هناك، في مفاتيح مختلفه لهذه القبائل اللي هم رئيس القبيله والعشيره، وكل واحد ليه مفتاح، واحد بيفتح قلبه بالبسمه والتاني بيفتح قلبه بالفلوس وهكذا. فحتى مع كل لو لا لا مع كل هذه الاماكن اللي موجوده داخل بلادنا في طرق مختلفه للتعامل مع الكارثه في المنطقه.